الله تعالى، وهو العقارات والآلات والمعدات اللي هي الأصول الثابتة. في البداية يعني إيه هي الأصول الثابتة؟ إيه تعريف الأصول الثابتة؟ إيه المقصود بكلمة الأصول الثابتة؟ إيه هي الأصول الثابتة؟ هي الأصول الملموسة التي تحتفظ بها المنشأة، إما تستخدمها في الإنتاج أو في تأدية الخدمات أو تأجيرها للغير أو لأغراض إدارية. وعلشان يرتبط أو يبقى التعريف بتاعك متكامل، فمن المتوقع أن هذه الأصول تستخدم أكتر من فترة مالية واحدة. يبقى الأصل الثابت هو أصل ملموس تحتفظ به المنشأة من أجل استخدامها في الإنتاج، جايب آلة بتنتج بيها سلع أو خدمات. يبقى معنى ذلك أن الآلة ديت هي إيه؟ عبارة أصل ملموس. أو تأجرها للغير، عندك لودر أو عربيات أو بلدوزرات وبتأجرها للغير. أو الأغراض إدارية، عندي مبنى، هذا المبنى يحتوي على جميع الموظفين بتوعي والإداريين وخلافهم، ومن المتوقع استخدامها أكتر من فترة مالية واحدة، وبالتالي هنا بنعتبر أن هذا الأصل أصل ملموس أو أصل ثابت إذا توافر فيه هذه الشروط اللي احنا قلناها. طيب، يبقى الأصل الثابت عبارة عن أصل ملموس تحتفظ به المنشأة، لإما تستخدمه في الإنتاج أو في تأدية السلع أو الخدمات أو في تأجيره للغير أو لأغراض إدارية. كل هذه العوامل مع بعضها بتديني تعريف للأصل الثابت. لما أجي بحدد تكلفة الأصل الثابت، إيه هي تكلفة الأصل الثابت؟ هي جميع التكاليف اللي أنت بتصرفها اللازمة للحصول على الأصل وتجهيزه وإعداده حتى يصبح صالح للاستخدام. يعني مش تمن الشراء بس، لو أنا مثلا بشتري آلات ومعدات من ألمانيا يبقى في فاتورة الشراء تخصم منها لو أنت بتحصل على خصم، أي كان خصم تجاري، خصم أيا كان الخصم اللي أنت بتحصل عليه بنخصمه من تمن الشراء، بنضيف عليه كل النفقات المتعلقة بالأصل حتى يصبح هذا الأصل صالح للاستخدام. زي إيه؟ بندي أمثلة، زي النقل، زي الشحن، زي الجمارك، زي لو أنت الموقع ده علشان تحطه عليه الأصل محتاج أنك أنت تبني له قاعدة معينة بتكلفة معينة وتوصيلات وإلى آخره. ثم كذلك التكاليف المقدرة لإزالة الأصل في نهاية عمره الإنتاجي. لو الأصل ده بعد 5 سنين أو 10 سنين أنت عملت له شغل خاص بي، فلما الأصل ده خلاص بينتهي لابد أن تزيل ما تم، فبالتالي لها تكلفة. يبقى لازم مثلا تكسر القاعدة اللي أنت عملتها الخرسانية ديت بتكلفة معينة بثلاثة بأربعة بخمسة، يبقى دي أيضا تعتبر جزء من تكلفة الأصل. يبقى إذن عبارة عن إيه؟ عبارة عن تمن الشراء زائد جميع النفقات التي تنفق على الأصل حتى يصبح صالح الاستخدام، متضمنا النقل، الشحن، الجمارك، التأمين إلى آخره، لغاية بالضبط ما الآلة عندك ركبت وعندك الزرار بتاع الآلة دوست عليه فالآلة بتاعت تشتغل. من هنا بيتوقف حساب تكلفة الأصل، وهو ده القيمة اللي احنا بنحسب عليها الاستهلاك. يبقى باختصار عبارة عن ثمن الشراء مضافا إليه جميع النفقات التي تنفق على الأصل حتى يصبح صالح للاستخدام. ناخد كده مثال بسيط بيقول لي إيه؟ قامت إحدى الشركات بشراء آلات مستوردة بمبلغ 400,000 جنيه بخصم تجاري 5%، فإذا علمت أنه تم سداد المبالغ أو المبالغ الآتية بالجنيه: 25,000 جنيه ضريبة جمركية، 5,000 نفقات بناء قاعدة للأصل، 10,000 مصروفات شحن ونقل للآلات، 7,000 مصروف تركيب الآلات، 1,200 جنيه تكاليف إعداد وتشغيل الأصل، 1,800 جنيه تكاليف إزالة الأصل في نهاية عمره الإنتاجي، 5,000 جنيه مصاريف صيانة الآلة بعد 9 شهور من التركيب. طالب مني حاجتين: إن أنا أحدد تكلفة الآلة وأعمل القيد المحاسبي لإثبات تكلفة الأصل. باختصار تكلفة الآلة عبارة عن إيه؟ عبارة عن تمن الشراء مخصوما منه أي خصم إذا كان موجود، مضافا إليه كل النفقات حتى بداية التشغيل. يعني قبل ما نشوف الحل، يبقى عندك 400,000 تمن الشراء، أخصم من 400,000 5% اللي هي الخصم التجاري يطلع لك الباقي، هنضيف عليه الجمارك، هنضيف عليه نفقات بناء قاعدة للأصل،
هنضيف عليه مصروفات شحن ونقل الآلات، هنضيف عليه مصاريف تركيب الآلات، هنضيف عليه تكاليف إعداد وتشغيل الأصل، هنضيف عليه تكاليف إزالة الأصل في نهاية عمره الإنتاجي. أما الصيانة بعد 9 شهور من التركيب هو العنصر الوحيد الذي لن يدخل ضمن تكلفة الأصل. يبقى كل العناصر دي هتخش لي ضمن التكاليف فيما عدا مصاريف الصيانة، يبقى 400,000 ناقص الخصم التجاري مضافا إليه كل النفقات الأخرى عدا مصاريف الصيانة. تعالوا بينا بقى كده نشوف الحل. تكلفة الأصل الثابت عبارة عن تمن الشراء اللي هي 400,000 جنيه ناقص الخصم التجاري 5% من 400,000 يطلع 20,000 جنيه، يبقى ثمن الشراء بعد الخصم 380,000 جنيه. هنضيف عليه الجمارك، نفقات بناء قاعدة للأصل، النقل والشحن، التركيب، إعداد وتجهيز الأصل، تكاليف إزالة الأصل زي ما اتفقنا مع بعض. كل العناصر دخلت فيما عدا نفقات الصيانة اللي بعد التركيب. لو جمعنا هذه العناصر كلها يطلع كلها مجموعها كام؟ 430,000 جنيه، ده إجمالي تكلفة الأصل. طبعا ده القيمة اللي أنا حسبتها للأصل وطلعت إجمالي التكلفة بتاعته. طيب تعال القيد المحاسبي. يبقى القيد المحاسبي إن الأصل دوت حسب نوعه آلات معدات أيا كان اللي أنت جايبه، يبقى 430,000 من حساب الأصل، حساب الآلات مثلا على سبيل المثال، دفعنا جزء نقدا اللي هو كل الفلوس فيما عدا مخصص إزالة الأصل. ليه؟ لأن دي بتتم في نهاية العمر الإنتاجي للأصل، وبالتالي إحنا ما دفعناش فيها قيمة. يبقى 1800 حساب مخصص إزالة الأصل، والباقي يعني ال 428,200 جنيه دول جم منين؟ هم الفرق بين ال 430,000 ناقص 1800. يطلع لك 428,200 حساب البنك أو حساب النقدية حسب طريقة السداد، مش هتفرق معانا. يبقى 430,000 من حساب الأصل إلى مذكورين حساب النقدية ب 428,200 و 1800 حساب مخصص إزالة الأصل. تمام الحال؟ تعالوا بقى بينا لو إحنا بنعمل اقتناء للأصل الثابت عن طريق إنتاجه داخل المنشأة وكان من الأصول المؤهلة لرسملة تكلفة الاقتراض. في الحالة دي معالجة تكلفة الاقتراض وفقا للمعايير الدولية يمكن رسملة هذه التكلفة طالما أنها مرتبطة مباشرة بالأصل الثابت اللي بيتطلب إنشاؤه أو إنتاجه فترة زمنية طويلة، وبنعتبر أن تكلفة التمويل دي جزء من تكلفة الأصل إذا توافرت شروط معينة، هي أن هذا الأصل بيحقق منافع مستقبلية ويمكن قياس هذه التكلفة بشكل موثوق بها. يبقى تكلفة الاقتراض اللي بنقصد بيه ان انت من الممكن انك انت تقترض لبناء مبنى، لشراء آلات، لخلافه. في الحالة دي بنعتبر مصروف الفوائد جزء من التكلفة الكلية للمبنى او الآلات او المعدات اذا ما كان يتطلب انشاؤه او انتاجه فترة زمنية طويلة، او يكون الأصل ده متوقع قياس تكلفته بشكل مش قوي طبعا قياس تكلفته بشكل موثوق منه. طيب يبقى في شرطين علشان أقدر أرسمل يعني إيه؟ يعني أضيف قيمة مصروف الفوائد إلى تكلفة الأصل. إيه هي؟ إنه هذا الأصل حقق لي منافع مستقبلية، وده متوقع من أي أصل أنت بتبنيه أو بتنشئه. الحاجة التانية يمكن قياس التكلفة بشكل موثوق به. طيب تعالوا بقى بينا خطوة خطوة كده نشوف كيفية تحديد تكلفة الاقتراض المرسملة. هذه التكلفة كيف يمكن تحديدها محاسبيا واعتبارها ضمن تكلفة الأصل الثابت؟ أول حاجة، من الممكن أن أنا أقترض أموال، باخد قرض من بنك خصيصا لغرض إنتاج أو إنشاء هذا الأصل. يعني أنا النهاردة مثلا رحت للبنك الأهلي أو بنك مصر وطلبت قرض 1,000,000 جنيه علشان أنشئ مبنى مثلا أو أعمل قرية سياحية أيا كان الغرض اللي بعمل بيه المطلوب. يعني
فإذا تكلفة الاقتراض في هذه الحالة عبارة عن إيه؟ عبارة عن اللي أنا أقدر أرسملها، إن أنا أقدر أضيفها على تكلفة الأصل، عبارة عن الفايدة اللي أنا بدفعها للبنك، ده بصفة أساسية، في عناصر أخرى لكن مش هنتعرض ليها حاليا. يبقى عبارة عن هذه الفوائد التي تدفع ابتداء من إمتى؟ ابتداء من بداية إنك أنت تجري عمليات إعداد هذا الأصل. يعني اجري عمليات اعداد الاصل، يعني لو انا بجري على التراخيص، التراخيص والرسوم الهندسيه والحاجات دي، من هذه اللحظه يبدا راسمله تكلفه الاقتراض. طيب لو افترضنا ان انا اقترضت 1,000,000 جنيه، لكن وانا بعمل التراخيص والرسومات مش محتاج المبلغ ده كله، المبلغ ده رحت استثمرته في عوائد شهادات ادخاريه او استثماريه او في البورصه او الى اخره، وحققت ايرادات من هذه العوائد، في الحالة دي تخصم هذه العوائد من تكلفة الاقتراض الفعلية. ليه؟ لأنه المفروض أنه تكلفة الاقتراض أنا أحملها على الأصل، دي تكلفة اقتراض حقيقية لم أستفد بيها. طب لو استفدت بيها خلال فترة عدم استفادة بالمبلغ بالقرض كله، لا، تخصم قيمة هذه العوائد. يعني لو افترضنا مثلا أنه طلعت تكلفة الاقتراض عن هذا الأصل 100,000 جنيه، وأنا استثمرت الأموال القرض ده في شهادات ادخارية أو استثمارية أو وديعة أو إلى آخره، حققت لي 10,000 جنيه، يبقى أنا التكلفة اللي هرسملها مش 100 بالكامل، لأ، 100 مخصوما منها 10,000 جنيه، اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي عبارة عن قيمة ما تم استثماره أو العوائد الاستثمارية عن القرض للفترة الماضية. دي رقم واحد. طيب أحيانا بيكون إنشاء هذا الأصل تكلفته أكبر بكتير من القيمة المقترضة. يعني أنا اقترضت مثلا 1,000,000 جنيه، الأصل ده طلع تكلفته وفقا للاتفاق أو أنا وأنا بنشئه طلع تكلفته 1,700,000 جنيه مثلا. في الحالة دي من الممكن إن أنا أقترض من أو آخد من القروض العامة اللي موجودة داخل المنشأة. قروض عامة مش جايبها عشان الأصل ده بذاته، قروض عامة واخدها بضمان المصنع، بضمان شركتي، بضمان أي شيء، بفكر إن أنا أغير الآلات والمعدات والمباني وإلى آخره، وبالتالي أخدت قرض بضمان الشركة. في هذه الحالة بكمل بناء هذا الأصل بتاعي أو إنشاء هذا الأصل بتاعي من أموال مقترضة بصفة عامة. في الحالة دي بنعمل إيه؟ بنشوف المبالغ اللي انا اخدتها من قروض عامة. يعني لو افترضنا ان الاصل ده تكلفته الكلية مثلا 1,500,000 جنيه، وانت كنت مقترض اموال خصيصا لهذا الاصل بمليون جنيه، يبقى هنقترض بصفة عامة او هناخد من الاموال العامة 700,000. ال700,000 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اموال مفروض انا اخدتها من قروض عامة. طب ما القروض العامة ديت لها عدة فوائد، أنا بدفع عليها فايدة برضو البنوك. لو كان أكتر من قرض، قرضين تلاتة، أخد أنهي فايدة؟ فقلنا هناخد المبلغ الزيادة اللي أنا أخدته من القروض العامة اللي هو 500,000 جنيه، وأضربه في معدل بنسميه معدل الرسملة. يبقى مرة تانية بنعمل إيه؟ لو أنا مولت باقي الأصل من قروض داخل المنشأة بصفة عامة، مقترضها بصفة عامة مش لحاجة معينة بذاتها، في الحالة ديت بشوف المبلغ اللي أنا أنفقته من القروض العامة وأضربه في معدل اسمه معدل الرسملة. طب معدل الرسملة ده بنجيبه إزاي؟ معدل الرسملة ده بجيبه بقسم تكلفة الاقتراض المتعلقة بالقروض العامة. بشوفها، هنشوف دلوقتي بنحسبها إزاي. يعني تكلفة الفوائد المتعلقة بالقروض العامة مقسوما على المتوسط المرجح للقروض العامة. يبقى إذا معدل الرأسمال اللي أنا بحسبه ده مرتبط فيما إذا لم يكفي المبلغ اللي أنا حصلت عليه كقرض من البنوك لإنشاء هذا الأصل، فبالتالي أخدت باقي قيمة إنشاء هذا الأصل من القروض بصفة عامة. في الحالة دي بنعمل ايه؟ بنشوف المبلغ الزيادة قد ايه. احنا اتفقنا مع بعض هو كان المبنى كله هيكلف 1,500,000، وانا اقترضت 1,000,000، يبقى في 500,000 زيادة، واضربه في معدل اسمه معدل الايه؟ الرسملة.
طب معدل الرأسمالية ده بنجيبه ازاي؟ ان انا بقسم تكلفة الاقتراض اللي هي قيمة تكلفة الفوائد، وهنعرف دلوقتي بنجيبها ازاي، على المتوسط المرجح للقروض. طيب تعالوا بينا بقى نشوف ازاي بنحسبها، بس دي بالتفصيل اكتر هنقولها كمان شوية. تكلفة التمويل اللي انا برسملها، اللي انا بزودها على تكلفة الاصل بعد ما طبق معدل الرسملة دي، لا يجب انه يتجاوز مصاريف التمويل الفعلية. وضح لي، يعني مثلا طلعت التكاليف التي يجب رسملتها، اللي انت ضربت 500,000 في معدل الرسملة طلعت 15,000 جنيه، مصاريف التمويل الفعلية طلعت 20، ماشي. ما ينفعش هذه التكلفة التي يتم رسملتها ل 15,000 جنيه وتكون تكاليف التمويل الفعلية 12. ليه؟ لأن بيقول لي هنا ايه المعيار، بيقول لي ايه، على ألا تتجاوز مصاريف التمويل الفعلية التي تحملتها المنشأة خلال الفترة. يعني لا يجب أن تزيد القيمة اللي انت هترسملها عن مصاريف التمويل الفعلية اللي هي الفوائد الفعلية التي تحملتها خلال المنشأة. يبقى الحد الأقصى بتاعي لو أنا هدفع مصاريف تمويل فعلية خلال الفترة مثلا 15,000، لا يجب أنك أنت ترسمل أكتر من 15,000، ده الحد الأقصى بتاعي. وبرضو هنعرف الكلام ده بالتفصيل، إحنا دلوقتي بنتكلم كده بصفة عامة عن تكلفة التمويل اللي أنا برسملها. طيب الخطوة اللي بعد كده، برضو دلوقتي باجي بقى أطلع التكلفة الإجمالية للأصل. التكلفة الإجمالية للأصل عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكلفة الإنشاء. والله لو أنت بتبني بنفسك أو لو جبت شركة مقاولات بتبني لك، العملية دي اتكلفت 1.5 مليون مثلا زي ما اتفقنا، زائد تكلفة تمويل 200,000، يبقى تجمع 1.5 مليون زائد تكلفة تمويل مرسملة 200,000، يبقى المجموع كله 1,700,000 جنيه. هذه القيمة عشان أثبتها في الدفاتر لا يجب إن هي تزيد عن القيمة الاستردادية للأصل أو عن صافي قيمته البيعية. يبقى لا يجب، يعني أنا النهاردة لو التكلفة الإجمالية دي طلعتها 1,700,000 وصافي القيمة البيعية 1.5 مليون، يبقى لازم أثبت 1.5 مليون فقط. طلعت لو أنا قلت تكلفة الأصل 1,700,000 وصافي القيمة البيعية 2 مليون، ماشي. عشان إيه؟ المعيار قال لي هنا في الحتة دي، قال لي لا يجب إنه تزيد القيمة الدفترية للأصل ده عن صافي القيمة البيعية أو قيمته الاستردادية. طب وإذا زادت، ما ممكن تزيد، نخفض قيمة الأصل بهذه الزيادة، يعني ما يتجاوزش قيمته الاستردادية أو صافي قيمته البيعية، علشان ما حصلش تزايد من المنشآت في إثبات هذه الأصول المنشأة داخليا. يبقى دول في مجموعة من الاشتراطات حطها للمعيار علشان أرسمل تكلفة الاقتراض، وقلناها بالتفصيل يجب انك انت تبقى عارفها. طيب لما نيجي بقى عمليا ازاي نحسب تكلفة الاقتراض المرسملة عمليا، في عندي مجموعة من الخطوات اخد بالي منها، خطوة خطوة كده هناخدها وناخد بالنا منها. الخطوة الاولانية، اذا كان هذا القرض، انا اخدت قرض خصيصا لإنشاء هذا الأصل، يبقى ده قرض مخصوص لهذا الأصل بالذات. بنحسب إزاي تكلفة الفوائد المرسملة؟ عبارة عن قيمة القرض في معدل الفايدة في فترة الاستفادة. يعني لو قيمة القرض مثلا 1,000,000، يبقى 1,000,000 جنيه في معدل الفايدة 15% أيا كانت اللي هيديها لنا أو اللي أنا بقترض بيها من البنك في فترة الاستفادة خلال الإيه الفترة. نفترض ان انا اخدته من يوم واحد في واحد واحد في الشهر، والاصل خلص عندي في 31/12، يبقى انا استفدت من هذا القرض لمدة 12 شهر، يبقى في 12 على 12. طب لو انا اخدت القرض ده في 1/7 والاصل خلص واصبح صالح الاستخدام في 31/12، يبقى عد 7 8 9 10 11 12، 6 اشهر، يبقى اضرب في 6 على 12، وهكذا. يبقى إذن بحسب التكلفة دي، تكلفة الفوائد التي يتم رسملتها، إذا ما كان هذا القرض أخذته خصيصا للأصل، أضرب قيمة القرض في معدل الفايدة في فترة الاستفادة
خلال الفترة. وما ننساش رغم ان ديت قلناها قبل كده لكن بنكررها، لو انت لم تستخدم هذا الاصل خلال فترة معينة خلال الفترة ديت، لانك انت كنت مثلا بتستخرج التراخيص او الشغل وقف لفترة معينة، لو في عائد استثماري يخصم من هذه التكلفة. اخدت هذا القرض وحطيته وديعة في بنك لمدة شهر او شهرين، جاب لك عائد 5000 10000 20000، يبقى بنخصم هذه العوائد الاستثمارية ان وجدت. دي الخطوة الاولى. طيب اذا كانت القروض العامة هاخد منها جزء، عشان كده بنقول قروض عامة تستخدم جزئيا. يعني ايه؟ زي ما قلنا في المثال بتاعنا انه عشان انشئ هذا الاصل محتاج 1.5 مليون، اخدت قرض بمليون والنص اخدته من القروض العامة اللي موجودة داخل المنشأة، مش لها علاقة مباشرة بهذا الاصل. طيب اذا كانت دي القروض دي قروض عامة تستخدم جزئيا، قلنا بنعمل ايه؟ لو نفتكر احنا قلناها نظري، دلوقتي بنطبق عملي. اول حاجة بنجيب تكلفة الفوائد الفعلية للقروض. لو انا عندي اكتر من قرض يبقى تكلفة القرض الاول اللي هي فايدة القرض الاول وفايدة القرض الثاني وفايدة القرض الثالث زي ما يكون، واجيب المتوسط المرجح للقروض واقسم مجموع ده على مجموع ده يطلع لي معدل الرأسمالة. تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض كده ونبدأ نتعامل معاه. يبقى اول حاجة بطلع تكلفة الفوائد خلال الفترة. لو عندي قرض 2 3 4 زي ما يكون، يبقى قيمة القرض الاول في معدل فايدته في فترة الاستفادة، استفدت منه كم شهر؟ 7 أشهر 8 أشهر في السنة، يبقى 7 على 12 8 على 12 حسب المدة المتعلقة ببناء الأصل. يبقى قيمة القرض الأول في معدل فائدته في فترة الاستفادة زائد قيمة القرض الثاني في معدل فائدته في فترة الاستفادة وهكذا. يا لو في قرض ثالث وفي قرض رابع أنا شغال. يبقى ناخد بالنا من حاجة مهمة قوي، إنه أولا في 3 عناصر بضربهم في بعض عشان أطلع مصروف الفوائد أو تكلفة الفوائد. قيمة القرض الأولاني، هل معدل الفايدة لازم يبقى 1 في القرضين؟ لأ، ممكن يبقى 1 وممكن لأ. ممكن تلاقي هنا المعدل مثلا 12% وهنا 15 وهكذا. هل فترة الاستفادة لازم تكون متساوية؟ لأ طبعا، حسب تاريخ حصولك على القرض ممكن تبقى فترة الاستفادة هنا أكبر أو هنا أصغر أو العكس. وبالتالي علشان بس لما نجيب حالات عملية خد بالك أنه قد تختلف معدل الفايدة من قرض إلى آخر، وقد تختلف فترة الاستفادة من قرض إلى آخر. يبقى أنا كده جبت في رقم ألف، جبت تكلفة الفوائد قيمة القرض الأول في معدل فايدته في فترة الاستفادة زائد قيمة القرض الثاني في معدل فايدته في فترة الاستفادة. نكمل خطوة الثانية، هنجيب المتوسط المرجح للقروض. أجيبه إزاي؟ نفس المعادلة الأولانية اللي هي قيمة القرض في معدل الفايدة في فترة الاستفادة، وهنلغي معدل الفايدة. يعني تبقى قيمة القرض في فترة الاستفادة قيمة القرض الثاني في فترة استفادته قيمة القرض الثالث في فترة استفادته وهكذا. يبقى ازاي بجيب واجمع الكلام دوت يديني المتوسط المرجح للقروض؟ يبقى قيمة القرض الاولاني في فترة الاستفادة زائد قيمة القرض الثاني في فترة الاستفادة وهكذا. يبقى انا بجيب المتوسط المرجح للقروض، القرض الاول في فترة استفادته، القرض الثاني في فترة استفادته، القرض الثالث في فترة استفادته وهكذا. علشان اطلع معدل الرأسمال اقسم ايه؟ اقسم تكلفة الفوائد اللي طالعه لي في الف على المتوسط المرجح للقروض اللي طالع لي في ب يديني معدل الرأسمال. يبقى اذا الخطوة الثالثة، طبعا الخطوات دي لازم تبقى عارفها. الخطوة الثالثة اجيب معدل الرأسمال ازاي؟ أقسم تكلفة الفوائد العامة اللي أنا طلعتها في الخطوة ألف على المتوسط المرجح للقروض اللي أنا طلعتها في الخطوة باء اديني معدل الرأسمالة. طبعا من الطبيعي أن معدل الرأسمالة لو أنا مثلا معدل الفايدة للقرض الأولاني مثلا 12% والتاني 15%، يبقى لازم معدل الرأسمالة يتراوح بين 12 و15. يتراوح بين كام؟ 12 و15. لو أقل من كده وأكتر من كده يبقى في حاجة عندك مش مظبوطة في الحل بتاعك. يبقى الخطوة الأولانية جبنا تكلفة الفوائد العامة. جبنا تكلفة الفوائد العامة إزاي؟ ضربنا قيمة القرض في معدل الفايدة في فترة الاستفادة وقيمة القرض الثاني في معدل فايدته في مدة الاستفادة وجمعنا. طيب خطوة باء،
جبنا المتوسط المرجح للقروض. جبنا المتوسط المرجح للقروض ازاي؟ جبنا قيمة القرض في فترة الاستفادة للقرض الأول زائد قيمة القرض الثاني فترة استفادته زائد قيمة القرض الثالث فترة استفادته وجمع. ده بيديني المتوسط المرجح للقروض. أقسم تكلفة الفوائد العامة على المتوسط المرجح للقروض يديني معدل الإيه؟ معدل الرأسمالة. يبقى الخطوة د أجيب إزاي بقى تكلفة الفوائد المرسملة من القروض العامة؟ أشوف المبلغ اللي أنا حصلت عليه من القروض العامة قد إيه؟ اتفقنا إن القرض الخاص كان بمليون جنيه والمبنى هيتكلف 1,500,000، أنا أخدت 500,000 من القروض العامة، يبقى إذن المبالغ المنفقة من قروض عامة 500,000 جنيه، أضربها في معدل الرأسمالة اللي يطلع لي تكاليف الفوائد الرأسمالة، قيمة المبالغ المنفقة من قروض عامة في معدل الرأسمالة. يبقى أنا في عندي التكاليف الإنشاء للمبنى زائد تكلفة رأسمالة من قروض خاصة زائد تكلفة مرأسمالة من قروض عامة، أجمع التلات مبالغ دول يديني التكلفة الإجمالية للأصل. طلع قيمة تكلفة الاقتراض المرأسمالة عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن أنا بجمع حاجتين، تكلفة الاقتراض أو تكلفة الفوائد لقرض خاص متعلق بإنشاء المبنى أو إنشاء الأصل زائد تكلفة الفوائد المرسملة من قروض عامة اللي احنا لسه مطلعينها حالا اللي هي في الخطوة د. يبقى قيمة تكلفة الاقتراض اللي احنا هنرسملها تكلفة الفوائد للقرض الخاص زائد تكلفة الفوائد من القروض العامة. الخطوة الأخيرة نطلع تكلفة الأصل، عبارة عن تكلفة فعلية بقى للمبنى، أنا متفق مع شركة مقاولات أو اتكلفني كام؟ كلفني 1,500,000 زائد تكلفة الاقتراض المرسملة، لو طلعت مثلا على سبيل المثال 200,000 جنيه يبقى 1,500,000 زائد 200,000 يبقى الإجمالي 1,700,000 جنيه. آخذا في الاعتبار أن تكلفة الأصل لا يجب أن تزيد عن إيه؟ ها السائلين، لا تزيد عن القيمة الاستردادية للأصل أو صافي قيمته البيعية. يبقى التكلفة اللي تطلع لك دي لا يجب إن هي تزيد عن القيمة الاستردادية للأصل أو صافي قيمته البيعية. طب لو زادت، هذه الزيادة تستبعد، يبقى هذه الزيادة لا وجود لها، هذه الزيادة مش عندنا. واضح يا شباب؟ ده بالنسبة للإيه؟ لهذه النقطة اللي هي إزاي أحسب تكلفة الاقتراض المرسملة لأصل. تعالوا بينا نشوف كده المثال الأول بيقول لي إيه؟ بيقول لي في 1/1/2017 قامت إحدى المنشآت بعقد اتفاقية قروض مع أحد البنوك بمبلغ 2,600,000 جنيه لإنشاء مبنى، وذلك بمعدل فايدة 10% على أن يتم ذلك على دفعات خلال الفترة كما يلي: أول حاجة في 300,000 جنيه في 1/1/2017، وأخدنا 500,000 جنيه في 31/3/2017، ثم أخدنا 700,000 جنيه في 30/6/2017، ثم أخدنا 800,000 جنيه في 30/9/2017، ثم آخر قيمة أخدناها 300,000 جنيه في 31/10/2017، وتم الانتهاء من إنشاء المبنى في 31/12/2017 وأصبح صالحا للاستخدام. المطلوب حساب تكلفة الفوائد المرسملة وتحديد تكلفة المبنى. الحالة دي حالة طبعا بسيطة جدا مباشرة، مفيهاش أي حاجة، مش مجيب لي قايل لك إنك أخدت قرض، القرض ده بنيت بيه الأصل، يبقى إذن مفيش قروض عامة، مفيش لا هطلع معدل الرأسمالة، وأي قرض خاص أطلع فايدته أضيفها على تكلفة المبنى اللي هي طلعت لي 2,600,000، خلاص يبقى دي. وحتى مش قال لي إنك استثمرت هذه المبالغ مثلا في عقد استثماري مقداره كذا عشان أستبعده، ما قالكش صافي القيمة البيعية أو القيمة الاستردادية للأصل قد إيه علشان أقارن بيه هذه القيمة. وبالتالي هذا التمرين تمرين مباشر جدا على تطبيق موضوع تكلفة الاقتراض. يبقى أول حاجة ناخد بالنا منها إن الحالة دي تتعلق بقرض إيه؟ قرض خاص لإنشاء مبنى.
وبالتالي لا توجد قروض عامة. أمال إيه المبالغ دي اللي حاططها لي؟ بدل ما تاخد القرض دفعة واحدة اللي هو ال 2 مليون و600 ألف، أنت أخدتهم على دفعات كل وفقا ل طبعا التخطيط بتاعك، المبنى ده هيحتاج قد إيه فلوس وقد إيه وقد إيه وقد إيه بشكل إيه بشكل تفصيلي. تعالوا بينا نشوف هنحسب تكلفة الفوائد المرسملة إزاي، وإزاي برضو نحدد تكلفة المبنى. قبل ما نتنقل للحل، هي العملية سهلة جدا جدا، عشان كده نبص كده عليه عشان لما نشوف الحل نتحرك بسرعة. أول حاجة، أول مبلغ، طالما إن ده كل ده قرض خاص، يبقى على طول بتضرب إيه؟ بضرب القرض في معدل الفايدة فترة الاستفادة، القرض في معدل الفايدة فترة الاستفادة، وهكذا. فأنا عندي مثلا القرض، الدفعة الأولانية من القرض اللي هي 300 ألف، 300 ألف معدل الفايدة، ما هو لأنه ده دي دفعات لقرض واحد، ففايدة واحدة، وده مش الشيء العادي اللي بيحصل معانا. طبعا بيحصل معانا ان قروض مختلفة بفوائد مختلفة وتواريخ مختلفة كل شيء، لكن ده كده حاجة بسيطة علشان نوضح الفكرة. اول دفعة يبقى الدفعة الاولى 300 ألف في 10% في المدة، فترة الاستفادة من امتى؟ من ما ابتديت تنشئ المبنى اللي هو 1/1/2017 الى تم الانتهاء من انشاء المبنى في 31/12/2017. يبقى في الحالة الاولانية دي انت استفدت من 300 ألف جنيه لمدة قد ايه؟ لمدة سنة. سنة يعني كام؟ يعني 12 شهر. يبقى تضرب 300 ألف في 10% في 12 على 12، يطلع لك تكلفة الفوائد عن ايه؟ عن ال 300 ألف، عن الدفعة الأولى. وكمثل، تعالى بقى بينا هنمشي كده بصورة أسرع شوية. طب الدفعة التانية أخدنا كام؟ 500 ألف، تمام. معدل الفايدة كام؟ زي ما هو 10%. طب الفترة بقى 31/3، هل شهر 3 يخش معايا في الحسبان؟ لا، ما ده خلاص لغاية 31/3، لآخر يوم في 3. يبقى تعد كده على إيدك من أول 1/4 ل 31/12، يبقى 4 5 6 7 8 9 10 11 12، يطلع لنا كام شهر؟ يطلع 9 شهور. يبقى نضرب 500 ألف في 10% في 9 على 12. طيب وال 700 ألف اللي بعد كده؟ نفس الكلام، 700 ألف في 10%، وأبدأ أعد من أول 1/7 7 8 9 10 11 12، يبقى 6 شهور. يبقى 700 ألف في 10% في 6 على 12. اللي بعد كده ال 800 ألف في 10% خدناهم في 30/9، يبقى استفدنا بيهم 10 و11 و12، كام شهر؟ 3 شهور. يبقى 800 ألف في 10% في 3 على 12. طيب وال 300 ألف الأخرانيين؟ يبقى ال 300 ألف استفدنا بيهم شهر 11 و12، 300 ألف في 10% في 2 على 12، تطلع الفايدة المتعلقة بيهم، ونضيفهم على قيمة المبنى اللي احنا استخدمناه اللي هو 2 مليون و600 ألف. طالما ما قاليش يبقى هو المبنى دي تكلفته اللي احنا مقدمين بيها دراسة الجدوى للبنك، ونحدد تكلفة المبنى. تعالوا نشوف الحل مع بعض. الكلام اللي احنا قلناه عملية بسيطة جدا، ونشوف القصة هتمشي ازاي. لما اجي احسب قيمة الفوائد اللي بترسمل اهي، اول حاجة هضرب ال 300 ألف في 10% في 12 على 12. ليه؟ لان اخدناه من اول السنة، طلعت لي 30 ألف جنيه، دي الفايدة الاولى للدفعة الاولى. طب الدفعة التانية اخدنا كام؟ اخدنا 500 ألف في 10% في 9 على 12، عدينا من اول الشهر، لأنه كان في 30، يبقى من أول الشهر التالي لغاية الآخر طلعت لي 9 شهور زي ما قلنا، تطلع لك 37 ألف و500 جنيه. ثم الدفعة التالتة 700 ألف في 10% في 6 على 12، طلعت لي كام؟ طلعت لي 35 ألف جنيه. ثم الدفعة الرابعة 800 ألف في 10% في 3 على 12، طلعت لي كام؟ طلعت لي 20 ألف جنيه. ثم الدفعة اللي بعدها 300 ألف في 10% في 2 على 12، طلعت لي كام؟ طلعت لي 5 آلاف جنيه. قيمة الدفعة أو قيمة القرض في معدل الفايدة في فترة الاستفادة، أجمع هذه الأرقام.
لو جمعت تكلفة المبنى هتطلع تكلفة المبنى قيمتها 2,600,000 جنيه، ده المبنى بالكامل. طيب الفوائد اللي احنا تحملناها في سبيل إنشاء هذا المبنى مقدارها كام؟ مقدارها 127,500 جنيه. تكلفة المبنى، يبقى نجمع القيمتين دول على بعض، أجمع 2,600,000 جنيه زائد 127,500 يطلع لي 2,727,500. هذه التكلفة لا يجب، بنكرر تاني، لا يجب أن تزيد عن القيمة الاستردادية أو صافي القيمة البيعية للأصل. يعني لو كانت القيمة البيعية للأصل مثلا على سبيل المثال 2,700,000، يبقى كنا هنعتمد 2,700,000 بس. خد بالك من هذه النقطة على اعتبار ممكن طبعا تجي لنا حاجة بالشكل ده. الحاجة التانية، لو أنا عندي عائد الاستثمار، لو عندي كنا هنخصمه من 127,500. لو استثمرنا أي دفعة من الدفع لفترة معينة مثلا ب5,000 ب7,000 ب8,000، كنا قبل ما نضيف ال 127,500 هنقول ناقص عائد استثمار للقروض لفترة معينة. أنا استثمرتها بقى، ما كنتش هستخدم الفلوس دي فحطيتها في البنك أخدت عليها فايدة، أو اشتريت بيها شهادات استثمار أو ادخار أو إلى آخره، المهم حققت لي عائد استثماري معين لغاية ما تبتدي تستغل هذه القيمة. ده بالنسبة للحالة رقم واحد اللي احنا اشتغلناها مع بعض. طيب تعالوا بينا نشوف بقى مثال أوقع شوية، يعني ده يعني قريب شوية من الواقع واللي ممكن نشوفه مع بعض. بيقول لي في 1/3/2018 شرعت إحدى الشركات الصناعية في تنفيذ مصنع في أحد المدن الجديدة. يبقى أنا عندي مصنع وبعمل مصنع تاني في أحد المدن الجديدة، ولإتمام البناء عقدت الشركة القروض التالية في نفس التاريخ. في نفس التاريخ اللي هو كام؟ اللي هو 1/3. برضو مش بالضرورة ان كل القروض تبقى في نفس التاريخ، لازم تاخد بالك من الكلام اللي انا بقوله. يعني ممكن في قرض في 1/3 وقرض في 1/5 وقرض في 1/9، ما يهمنيش، انا زي ما عديت كده من اول تاريخ الحصول على القرض لفترة الاستفادة اللي انا بعملها. طيب قال لي ايه؟ قال لي في قرض خاص لانشاء المبنى اخدنا 1,200,000 جنيه بمعدل فايدة 20%. ده رقم واحد. حاجة تانية، بيان بالقروض العامة للمنشأة. أخذنا قرض 2,400,000 جنيه لمدة 5 سنوات بفايدة 18%. حتى لو ما قاليش سنويا، معروف إن الفايدة بتبقى سنوية، يبقى قالك سنويا، قال ما قالش خلاص معروفة. زي في الأولانية قال لي بفايدة 20% وسكت، دي الفايدة السنوية. ثم قرض 3,000,000 جنيه لمدة 4 سنوات بفايدة 19% سنويا. الخطوة الرابعة، تم الانتهاء من المبنى وأصبح جاهزا للاستخدام في 31/12/2018. يبقى ابتدينا في 3 وانتهينا في 31/12، يبقى دول كام شهر؟ نعدهم على ايدينا كده لأنه كله في نفس التاريخ. ممكن يجي لي شيء مختلف، ممكن يجي لي شيء مختلف، لكن الحالة اللي احنا جايبينها دي انه كله في نفس التاريخ. يعني من شهر 3 و4، عدهم على ايديك، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، يبقى معنى ذلك واخد من 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كام شهر؟ 10 شهور. من 1/3 ل 31/12 10 شهور. يبقى كله هنضربه في كام؟ في 10 على 12. ليه؟ لان الاصل خلص يوم 31/12/2018. يعني يبقى فين بين تاريخين اللي عناية بتروح عليهم؟ هو تاريخ حصولي على القرض وبداية العمل في المشروع بتاعك، وتاريخ ان الاصل اصبح جاهزا للاستخدام اللي هو 31/12. حسبناه هنا وهنا طلع كام؟ طلع 10 شهور. طيب لما نيجي نطبق الكلام ده في التمرين اللي قدامنا، ناخد بالنا ان القرض الخاص لانشاء المبنى 1,200,000 بمعدل فايدة 20%. هنعمل ايه؟ نحله كده بشكل نظري وبعد كده نشوف الحل مع بعض. يبقى اضرب 1,200,000 في 20% في 10 على 12، ده هيديني تكلفة القرض الخاص. ما قاليش استثمرناه ولي عائد كنت خصمته منه. طيب القروض العامة، في قرضين
الاولاني ب 2 مليون و400 والتاني ب 3 مليون. ما يهمنيش المدة كام، 5 سنين 4 سنين 7 سنين، ما تهمنيش، لانه في خطأ شائع بتضرب لي 2 مليون و400 في 5، انا مش هاخد كل سنة 2 مليون و400، هو 2 مليون و400 المدة 5 سنوات، وبعد كده ابتدي اسدد وبدفع الفايدة السنوية للبنك، وبالتالي المدة اللي هو جايبها لي ليس لها أي معنى أو دلالة في حل هذا التمرين. يبقى القرض الثاني 2 مليون و400 ألف لمدة 5 سنوات بفايدة 18%. يبقى هنجيب الأول، المفروض إن الأصل ده القيمة اللي أنا هدفعها زي ما هو باين في قبل المطلوب بقيمة تعاقدية 3 مليون. طيب أنا أخدت قرض خاص 1,200,000، يبقى أخدت من القروض العامة كام؟ نطرح 3 مليون من 1,200,000 يطلع 1,800,000 جنيه، يبقى أنا أخدت من القروض العامة ما قيمته 1,800,000، أضربها في معدل الرأسملة. تاني، القيمة التعاقدية لشركة المقاولات 3 مليون جنيه، القرض الخاص لإنشاء المبنى 1,200,000، يبقى أنا أخدت من القروض العامة كام؟ الفرق ما بين الاتنين 3 مليون ناقص 1,200,000، يعني 1,800,000. الفايدة اللي ترسمل أضرب 1,800,000 في معدل الرسملة. إيه بقى معدل الرسملة؟ هو ده اللي إحنا هنحسبه. معدل الرسملة عبارة عن إيه؟ أجيب تكلفة الاقتراض للأصل ده، وأجيب المتوسط المرجح للقروض، وأقسم الاتنين على بعض، يطلع لي معدل الرسملة. طب تكلفة الاقتراض أجيبها إزاي؟ القرض الأولاني اللي هو 2 مليون و400 ألف في 18% في 10 على 12، زائد القرض الثاني اللي هو 3 مليون في 19% برضو في 10 على 12. هنا مش جايب لي مدد لأنه قالك القروض في نفس التاريخ، في نفس التاريخ، يبقى ده هيديني تكلفة الاقتراض. طيب متوسط مرجح للقروض، يبقى 2 مليون و400 ألف في 10 على 12 زائد 3 مليون في 10 على 12، واقسم الاثنين على بعض يطلع لي معدل الايه؟ الرسملة. اضربه في 1,800,000. تعالوا بينا نشوف القصة هتمشي ازاي مع بعض كده واحدة واحدة علشان الحل اللي هي. طيب اول حاجة عايزين نحسب تكلفة الفوائد المرسملة. نمرة الف، تكلفة الفوائد عن القرض الخاص بالمبنى، ده قرض خاص بالمبنى اللي هو 1,200,000 اللي اخدناهم زي ما قلنا، يبقى 1,200,000 في 20% في 10 على 12. اشمعنى 10 على 12؟ عدينا من 1/3 تاريخ الحصول على القروض لغاية 31/12 تاريخ الحصول على القروض وبداية العمل في المشروع، لغاية 31/12 اللي هو تاريخ الانتهاء من المبنى وأصبح صالح للاستخدام. يبقى تطلع لي القيمة دي كام؟ 200,000، هي دي التي سترسمل. خد في اعتبارك لو كنت استثمرت هذه الفلوس لفترة زمنية معينة وديتك عائد مثلا 20,000 أو 30,000، كنت هتخصم من 200 20 أو 30. تمام. طيب خطوة ب، عايزين نحسب تكلفة الاقتراض العامة المرسملة. أول حاجة المبنى ده اتمول من قروض عامة بكام؟ المبنى كله كان هيكلفني 3 مليون، الكلام اللي قلناه. أخدنا قرض خاص ب1,200,000، يبقى هنمول المبنى من قروض عامة بقيمة مقدارها كام؟ 1,800,000 جنيه. أنا هاخد الفلوس دي من القروض العامة عشان أطلع الفوائد المرسملة، أضرب دي في معدل الرسملة، يبقى تمويل المبنى من قروض عامة بقيمة مقدارها 1,800,000 جنيه. طيب هنحسب معدل الرسملة بخطوتين. الخطوة الأولانية هنجيب الفوائد القروض بتاعت القرض التاني والتالت، ونجيب المتوسط المرجح للقرض الثاني والثالث، ونقسم الفوائد على المتوسط المرجح للقروض. طيب فائدة القرض الثاني عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 مليون و400 ألف أضربها في 18% برضو في 10 على 12. اتفقنا مع بعض ممكن التواريخ تختلف، وبالتالي لازم أخد بالي من الجزئية دي، دي أول حاجة. النقطة الثانية، فايدة القرض الثالث 3 مليون في 19% في 10 على 12، طلعت لي 475,000 جنيه. طبعا دول هيتجمعوا مع بعض علشان يطلع لي إجمالي تكلفة الفوائد، حتى لو ما جمعتهمش انت عارف ان احنا هنجمعهم مع بعض. اللي بعد كده عايز اجيب المتوسط المرجح للقروض، القرض الثاني والثالث. 2 مليون و400 ألف
في 10 على 12 زائد 3 مليون برضو في 10 على 12. طبعا جاية احنا بقول لك ايه حالة مصادفة ان التواريخ 10 على 12 على 10 على 12، بس ده مش العادي. يبقى هتطلع لك 2 مليون و400 ألف في 10 على 12، تطلع لي 2 مليون جنيه، و3 مليون في 10 على 12 هتطلع لي 2 مليون و500 ألف جنيه. أجمع الاتنين مع بعض هيطلع لي 4 مليون و500 ألف جنيه. ده بالنسبة لإيه؟ للمتوسط المرجح للقروض. طيب الخطوة اللي بعد كده، أجيب معدل الرأسمالة. أجيب معدل الرأسمالة إزاي؟ أهو باخد الفوائد اللي هي 360 ألف زائد 475 ألف، أجمعهم مع بعض وأقسمهم على المتوسط المرجح للقروض اللي هو 4 مليون و500 ألف، هيطلع كام؟ 18.55%. اتفقنا مع بعض إن معدل الرأسمالة عشان تشيك على نفسك كده وأنت بتحل، القرض التاني كان معدله 18، القرض التالت معدله 19، معدل الرأسمالة 18.55%، in between، يعني ممكن يبقى 18 وشوية أو 18 ونص، يعني ما بين ال 18 وال 19، طالع 18.55%. يبقى أنت كده ماشي في السليم. يبقى أنا جبت معدل الرأسمالة إزاي؟ أول خطوة، ها؟ قول معايا، جبنا فايدة القرض التاني عبارة عن إيه؟ قيمة القرض في معدل الفايدة في مدة الاستفادة، مضافًا إليها قيمة القرض التالت أو فايدة القرض التالت، تكلفة القرض في معدل الفايدة في الاستفادة، ثم جبنا متوسط مرجح للقروض وقسمنا الاتنين على بعض، طلعت 18.55%. طيب اللي تم تمويله من قروض عامة 1.8 مليون. يبقى إذا الفوائد المرسملة في الحالة دي هتكون كام؟ عبارة عن 1.8 مليون، اللي احنا الفلوس اللي أخدناها من القروض العامة هنضربها في معدل الرأسمالة اللي احنا لسه مستنتجينه دلوقتي اللي هو 18.55%. لو ضربت 1.8 مليون في 18.55%، هتطلع لك القيمة هنا 333.900 جنيه. يبقى معنى ذلك هنرسم الفوائد من قروض خاصة ب200 ألف، هنرسم الفوائد من قروض عامة مقدارها 333.900، لمبنى تكلفته الإجمالية كام؟ 3 مليون. يبقى لو عايز أجيب التكلفة الإجمالية للمبنى، أجمع التلات عناصر دول، أجمع 3 مليون زائد 200 ألف زائد 333.900، هيديني التكلفة الإجمالية للمبنى. إذن تكلفة المبنى الإجمالية عبارة عن إيه؟ عبارة عن 3 مليون زائد 200 ألف زائد 333.900، هيديني 3.533.900 جنيه. كرر تاني، لو جيت قلت لك أن صافي القيمة البيعية الأصل ده أو القيمة الاستردادية له 3 مليون و200 ألف، أقدر أزود؟ لأ. يبقى في الحالة دي المبنى هيتثبت بكام؟ هيتثبت ب3 مليون و200 ألف. لو قلت لك إن التكلفة الاستردادية للمبنى ده 3 مليون و600 ألف، يبقى يتثبت ب3 مليون و533.900. لا يجب أن تزيد تكلفة المبنى اللي أنت حسبتها عن زي ما قلنا عن صافي القيمة البيعية أو تكلفته الاستردادية. ده بالنسبة للحالة دي. طيب مثال 4 برضو هنحله مع بعض، برغم انه واجب لكن هنشرحه مع بعض علشان يبقى عندك كل الافكار اللي احنا قلناها في هذا المجال. قامت احدى المنشآت بعقد القروض التالية في 1/1 او من 1/1/2017، 2 مليون جنيه قرض خاص لإنشاء مبنى بفايدة 20% سنويا، ثم 1 مليون جنيه قرض لمدة 5 سنوات بفايدة 16% سنويا، ثم 5 مليون جنيه قرض لمدة 3 سنوات بفايدة 18% سنويا. وقد بلغت جملة المبالغ التي تم إنفاقها على المبنى حتى إتمامه في 31/12/2017 هي 3.2 مليون جنيه. المفروض أو المطلوب حساب تكلفة الفوائد المرسملة وتحديد تكلفة المبنى. طبعا تاخد بالك من نقطة مهمة بكررها وبكررها وبكررها في التمرين ده والتمرين اللي فات، كان جايب لي التواريخ متسقة، يعني ده 1/1/1/1،
في المثال الأولاني كانت التواريخ مختلفة، طبيعي جدا لما تجيلنا حالة هتجيلنا تواريخ مختلفة، مش من الطبيعي إن، لكن إحنا بندي أفكار متنوعة، لكن خد بالك من هذه الاعتبارات. عايزني إن أنا أحسب تكلفة الفوائد المرسملة وأحدد تكلفة المبنى. طيب أول حاجة قبل ما نبدأ ونشوف الحل، أنت كده حل معايا كده بعينيك، مش مهم الأرقام هتطلع كام، ولكن الفكرة الأساسية أنا عندي هنا في قرض خاص وفي قروض إيه عامة. أول حاجة فايدة القرض الخاص، أنا ابتديت من 1/1 لغاية 31/12، يبقى كله 12 شهر، 12 على 12، 12 على 12. طبعا في الحالة دي ممكن تكتب واحد على طول أو ما تكتبش، لكن أنا أفضل شخصيا تكتب في 12 على 12 على اعتبار إنه ده مش من الطبيعي، ممكن يجي لك 9 شهور 10 شهور زي ما شفنا في الحالة اللي فاتت والحالة اللي قبلها. طيب نيجي للحالة الأولانية، بيقول لي اتنين، يبقى أول حاجة فائدة القرض الخاص. أجيب فائدة القرض الخاص إزاي؟ عبارة عن 2 مليون أضربها في 20% في 12 على 12، يبقى 2 مليون في 20% تطلع زي ما تطلع، هتطلع مثلا 400 ألف. جميل، خلاص يبقى ده الفائدة التي ترسمل من القرض الخاص. آخذا في الاعتبار لو كنا استثمرنا هذه القروض قبل ما اشتغل كنا هنخصم منها العائد المحقق من الاستثمارات. طيب إذا كان قبل ما المطلوب، بيقول لي بلغت المبالغ المنفقة على المبنى حتى إتمامه 3 مليون و200 ألف، أنا كنت واخد قرض خاص ب2 مليون، إجمالي المبالغ المنفقة 3 مليون و200 ألف، الفرق كام؟ الفرق 3 مليون و200 ألف ناقص 2 مليون يطلع 1 مليون و200 ألف، دي المبالغ منفقة من قروض عامة. مرة تانية قال لي إن المبنى ده تم إنفاق 3 مليون و200 ألف جنيه عليه حتى 31/12، أنا كنت واخد قرض خاص لهذا المبنى ب2 مليون جنيه. طيب الاتنين مليون جنيه دول قرض خاص، الصرف 3 مليون و200 ألف، يبقى في فرق مقداره كام؟ مقداره 1 مليون و200 ألف جنيه. أخدناها منين؟ أخدناها من قروض عامة اللي هما القرض التاني والتالت. يبقى أنا عندي القرض التاني علشان يبقى 1 مليون و200 ألف أضربهم في معدل اسمه معدل الإيه؟ الرسملة. أجيبه إزاي؟ فايدة القرض الأولاني وفايدة القرض اللي هو التاني والتالت، طبعا هنا اللي هو 1 مليون و5 مليون القرض التاني، أجيب الفايدة بتاعته وأجيب المتوسط المرجح للقروض وأقسم الاتنين على بعض. يبقى معنى ذلك إنه 1 مليون جنيه هنيجي بقى الفوائد، يبقى 1 مليون في 16%. طب ال5 سنوات وال3 سنوات دي هل ليها أي استخدام عندي في هذه الحالة؟ لا، لا يوجد لها أي استخدام في هذه الحالة. يبقى القرض التاني هنضرب 1 مليون في 16% في 12 على 12، وبكرر مش بالضرورة تجيلك الفترة سنوية أو الاتنين متشابهين أبدا، قروض متشابهة في المدة الاستفادة أبدا، زي المثال الأولاني. يعني احنا بندمج المثال الأول مع المثال مثلا التاني أو التالت، ده الحالة اللي ممكن نتصورها. يبقى 1 مليون في 16% في 12 على 12 يطلع لك فايدة القرض الإيه التاني. طب القرض التالت 5 مليون في 18% في 12 على 12، يطلع لك فايدة القرض التالت. أجمع الاتنين مع بعض، ثم المتوسط المرجح للقروض، متوسط المرجح للقروض يبقى نضرب 1 مليون في 12 على 12 زائد 5 مليون في 12 على 12، يبقى إذن زي ما هم هيبقوا 6 مليون. أقسم مجموع الفوائد الأولاني على المتوسط المرجح للقروض يطلع لي معدل الرسملة، أضربه في كام؟ أضربه في 1 مليون و200 ألف، يطلع لي الفوائد التي ترسمل من قروض عامة. تجمع هذه الأرقام تطلع لك تكلفة الفوائد المرسملة، وبالتالي يمكن تحديد تكلفة المبنى. تعالوا مع بعض كده نشوف الحل. أول حاجة بنحسب تكلفة الفوائد المرسملة. الخطوة الأولانية زي ما قلت لك تكلفة الفوائد عن القرض الخاص بالمبنى. احنا خدنا القروض دي يوم 1/1، يبقى 2 مليون في معدل الفايدة 20% في 12 على 12
يبقى هيطلع لي هنا 400,000 جنيه. تمام. طيب الخطوة التانية، عايزين نطلع بقى تكلفة الاقتراض العامة المرسملة من قروض عامة. تمويل المبنى من قروض أخرى أو من قروض عامة، المبنى كله هيكلفني 3,200,000 جنيه، وأنا أخدت قرض خاص ب2,000,000 جنيه. إذن القيمة المتبقية اللي هاخدها من قروض عامة 1,200,000 جنيه. تمام. يبقى إذن هنطبق الخطوتين، عايزين نضرب 1,200,000 في معدل الرسملة. هنقول معدل الرسملة، نشوف مع بعض كده هنطلعه إزاي. يحسب معدل الرسملة كما يلي: هنجيب فايدة القرض التاني. فايدة القرض التاني بحسبه إزاي؟ 1,000,000 اللي هو القرض التاني في معدل فايدته اللي هو 16% في 12 على 12. ليه؟ لأنه جاي لي بيقول لي من 1-1، احنا واخدين القرض التاني والتالت. هتطلع لك هذه القيمة 160,000 جنيه. ثم فايدة القرض التالت عبارة عن ايه؟ عبارة عن 5,000,000 في 18% في 12 على 12 برضو. هنا تطلع لي كام؟ هتطلع لي 900,000 جنيه. طيب احسب برضو المتوسط المرجح للقروض. 1,000,000 قيمة القرض في فترة الاستفادة اللي هي 12 على 12، زائد 5,000,000 في 12 على 12. تجمع 1,000,000 زائد 5,000,000 تطلع لي كام؟ تطلع لي 6,000,000. عرفناها وكررناها أكتر من مرة. يبقى معدل الرسملة تجمع الفايدة اللي هي 160,000 زائد 900,000 وتقسمها على 6,000,000، تطلع لك 17.66%. ده بيخليني أطمن إنه تقريبا هذا المعدل صحيح، لأنه دايما قلنا إن معدل الرسملة هيبقى معدل ما بين المعدلات اللي موجودة عندك في القروض اللي أنت رسملتها أو اللي أنت رسملت فايدتها، اللي هو القرض التاني كان فايدته 16% والقرض التالت كان فايدته 18%، بين الاتنين دول يوم 16.5 17.5 إلى آخره. هو طلع كام؟ طلع 17.66، بيميل إلى 18، لأنه القيمة الأكبر، قيمة القرض الأكبر هو القرض الثالث أبو 5,000,000، فبالتالي مال ناحية القرض الأكبر. لكن في كل الأحوال هتلاقيه ما بين الاتنين، ما بين ده وما بين ده. يبقى أنا هنا طلعت معدل الرسملة. معدل الرسملة اللي أنا طلعته ده أطبقه على إيه؟ أطبقه على القيمة القروض اللي أنا أخدتها من هذه القروض العامة. يبقى إذن أطلع الخطوة اللي بعد كده، تكلفة الاقتراض العامة المرسملة 1,200,000. دي هي إيه؟ إيه 1,200,000 دي؟ اللي هي الفلوس اللي إحنا أخدناها من قروض عامة أهي، اللي محسوبة فوق في الخطوة به. يبقى 1,200,000 أضربها في معدل الرسملة ده اللي إحنا مطلعينه دلوقتي حالا اللي هو 17.66%. يبقى مرة تانية، تكلفة الاقتراض العامة المرسملة أضرب كام؟ 1,200,000. إيه 1,200,000 دي؟ جايبينها من خطوة ب، اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن المبنى هيكلفني كام؟ 3,200,000. القروض الخاصة كام؟ 2,000,000. يبقى اللي أنا أخدته من قروض عامة كام؟ 1,200,000. يبقى أضرب 1,200,000 في 17.66%. القيمة دي زي ما أنت شايف كده هتطلع لنا 211,920. إذن تكلفة المبنى في هذه الحالة عبارة عن إيه؟ تجمع بقى 3,200,000، ده تكلفة المبنى، التعاقد بينك وبين شركة المقاولات إنه هيكلفك 3,200,000، زائد 400,000 دي تكلفة الفوائد عن القرض الخاص بالمبنى، زائد 211,920 دي تكلفة الاقتراض من قروض عامة يتم رسملتها اللي احنا طلعناها. تجمع التلات أرقام دول مع بعض اللي هي 3,200,000 زائد 400,000 زائد 211,920، يطلع لي 3,811,920 جنيه. دي تكلفة المبنى. طبعا واخد في اعتبارك ان هذه التكلفة لا يجب انها تزيد عن التكلفة الاسترداديه او صافي القيمة البيعية.
يعني لو كان مثلا في التمرين ده قايل لك ان التكلفه الاسترداديه للمبنى ده او صافي قيمته البيعيه اي منهما يعني 3 مليون و700 الف، كنا هنعتمد كام؟ 3 مليون و700 الف فقط. طب والباقي؟ الباقي يرد الى المصروفات، يعتبر مصروف عادي يحمل على الفتره ولا يراسمل. اما اذا كان مثلا قال لك تكلفه الاسترداديه للمبنى او القيمه البيعيه 4 مليون، يبقى لما نيجي نثبت تكلفه المبنى دوت هنثبته بكام؟ هنثبته ب 3 مليون و811 الف و920 بالقيمه الكليه الموجوده. يبقى احنا بالشكل ده تناولنا هذا الجزء بالتفصيل، وعرفنا مع بعض ازاي نحدد قيمه تكلفه الاقتراض المرسمله في هذه الحاله. السلام عليكم. نستكمل النهارده مع حضراتكم باقي موضوع الاصول الثابته، وهناخد فيه، تعالوا بينا نشوف بقى مثال اوقع شويه، يعني ده يعني قريب شويه من الواقع واللي ممكن نشوفه مع بعض. بيقول لي ايه؟ في 1/3/2018 شرعت احدى الشركات الصناعيه في تنفيذ مصنع في احد المدن الجديده. يبقى انا عندي مصنع وبعمل مصنع تاني في احد المدن الجديده، ولاتمام البناء عقدت الشركه القروض التاليه في نفس التاريخ. في نفس التاريخ اللي هو كام؟ اللي هو 1/3. برضو مش بالضروره ان كل القروض تبقى في نفس التاريخ، لازم تاخد بالك من الكلام اللي انا بقوله. يعني ممكن في قرض في 1/3 وقرض في 1/5 وقرض في 1/9، ما يهمنيش، انا زي ما عديت كده من اول تاريخ الحصول على القرض لفتره الاستفاده اللي انا بعملها. طيب قال لي ايه؟ قال لي في قرض خاص لانشاء المبنى اخذنا 1,200,000 جنيه بمعدل فايده 20%. ده رقم واحد. حاجه الثانيه، بيان بالقروض العامه للمنشاه. أخذنا قرض 2,400,000 جنيه لمدة 5 سنوات بفايدة 18%. حتى لو ما قاليش سنويا، معروف إن الفايدة بتبقى سنوية. يبقى قالك سنويا، قال ما قالش خلاص، معروفة. زي في الأولانية قال لي بفايدة 20% وسكت، دي الفايدة السنوية. ثم قرض 3,000,000 جنيه لمدة 4 سنوات بفايدة 19% سنويا. الخطوة الرابعة، تم الانتهاء من المبنى وأصبح جاهزا للاستخدام في 31/12/2018. يبقى ابتدينا في 3 وانتهينا في 31/12، يبقى دول كام شهر؟ نعدهم على ايدينا كده، لأنه كله في نفس التاريخ. ممكن يجي لي شيء مختلف؟ اه ممكن يجي لي شيء مختلف، لكن الحالة اللي احنا جايبينها دي انه كله في نفس التاريخ. يعني من شهر 3 و4 عدهم على ايديك، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى معنى ذلك واخد من 3 4 استهلاك. نتعرف على طرق استهلاك الاصول الثابته. هنلاقي ان عندنا 3 طرق شائعه لاستهلاك الاصول الثابته، عايزين ندرسها مع بعض. الطريقه الاولانيه طريقه القسط الثابت، مبدئيا كده هنعرفها بالتفصيل. طريقة القسط الثابت معناها ايه؟ معناها يتم توزيع تكلفة الأصل على العمر الإنتاج له بشكل ثابت، السنة الأولى زي الثانية زي الثالثة زي الرابعة، وهي واحدة من أكثر الطرق شيوعا. الطريقة الثانية طريقة الوحدات المنتجة، ودي بتنطبق على لما يكون استهلاك الأصل الثابت مرتبط بساعات تشغيل معينة أو بوحدات إنتاج معينة، برضو هنتعرف عليها. ثم طريقة الاستهلاك المعجل أو طرق الاستهلاك المعجل، ودي بتفترض إن الأصل في سنوات عمره الأولى بيقدم خدمات ومنافع أكتر، وبالتالي استهلاكه بيبقى أكبر، يبقى بنستهلكه في فترات عمره الأولى بشكل أعلى من فترات عمره الأخيرة. تعالوا بينا ناخد هذه الطرق الثلاثة ونشوف القصة ماشية قد إيه. في طرق الاستهلاك المعجل في طريقتين، طريقة الرصيد المتناقص وطريقة مجموع أرقام سنوات الاستخدام. يبقى احنا 3 طرق شائعة لاستهلاك الأصول الثابتة، طريقة القسط الثابت، طريقة الوحدات المنتجة، وطرق الاستهلاك المعجل. في طرق الاستهلاك المعجل في طريقتين، طريقة الرصيد المتناقص وطريقة مجموع أرقام سنوات الاستخدام. تعالوا بينا ناخد أول طريقة وهي طريقة القسط الثابت. وفقا لهذه الطريقة زي ما احنا شايفين بيتم توزيع تكلفة الأصل الثابت بالتساوي على سنوات العمر التقديري للأصل. يبقى احنا الأصل ده بنقسم
تكلفته بالتساوي. زي ما قلت لك، لو انا عندي اصل ب 100000، سنوات عمره الانتاجي 10 سنين، ملوش قيمه تخريديه، يبقى 100000 على 10 ب 10000 جنيه مثلا. وفي الحاله ديت وفقا لوجهه النظر دي، ان منافع الاصل الثابت، على افتراض ان منافع الاصل الثابت تتناقص تبعا لعامل الزمن، الزمن هو اللي بيخليها تنقص اكتر من اعتمادها على عاملي الاستخدام والتقادم الفني. يعني كل ما بيمر الزمن قيمة الأصل بتنقص. إزاي بقى بنحسب قسط الاستهلاك السنوي أو مصروف الاستهلاك السنوي؟ في طريقتين ممكن أستخدم أي منهما، وده بتعتمد على طبيعة البيانات اللي بتبقى موجودة عندك في الحالة العملية. قسط الاستهلاك السنوي عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريدية على العمر الإنتاجي للأصل. دي أول طريقة، يبقى تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريدية على العمر الإنتاجي للأصل، أو تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريدية في معدل الاستهلاك السنوي. يبقى في طريقتين ممكن أستخدمهم. الطريقة الأولانية تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريدية على العمر الإنتاجي للأصل، وده يبقى بالسنوات، 10 سنوات، 5 سنوات، 8 سنوات، يبقى التكلفة ناقص القيمة التخريدية على العمر الإنتاجي. أو تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريدية في معدل الاستهلاك السنوي. ايه معدل الاستهلاك السنوي؟ ممكن يقول لك معدل الاستهلاك السنوي 20%، 30%، 40% الى اخره. يبقى قسط الاستهلاك بحسبه بطريقة من الطريقتين. طب قيد الاستهلاك لاي اصل ثابت؟ من حساب مصروف الاستهلاك الالات، من حساب مصروف استهلاك المباني، من حساب مصروف استهلاك السيارات، الى حساب مخصص الاستهلاك برضو حسب نوع الاصل، من حساب المصروف الى حساب المخصص. طيب ناخد بالنا في حالة شراء الأصل، مش بالضرورة بقى إن أنا أستخدم الأصل أو أشتريه لمدة سنة. يعني مش ضروري أشتري الأصل يوم واحد واحد فبالتالي يقعد عندي طول السنة. في الحالة ديت لو اشتريت الأصل في أي شهر من الشهور، في 1/5، في 1/7، في 30/6 إلى آخره، بحسبه بالشهور. طب لو اشتريته في الأيام، يبقى بحسبه مثلا اشتريته 20/20/3، يبقى بحسبه بالأيام. الأيام يتحسب إزاي؟ طبعا السنة عندنا 360 يوم في المحاسبة، وبالتالي بتاخد عدد الايام وتكملها. لكن عموما احنا لما نجيب حالات عمليه ان شاء الله هنكتفي بموضوع الشهور فقط. السلام عليكم. نستكمل النهارده مع حضراتكم باقي موضوع الاصول الثابته، وهناخد فيه
أهو أول حاجة قسط الاستهلاك السنوي 310,000. جه منين ال 310,000؟ حسبت تمن الشراء زائد جميع النفقات عدا الصيانة ناقص 30,000. إيه ال 30,000 ديت؟ اللي هي قيمة النفاية أو الخردة، قيمة الأصل في نهاية عمره الإنتاجي، أضربه في كام؟ في 20%، ده لأنه مديني معدل استهلاك مئوي. تكلفة الآلة زي ما حضرتك شايف كده طلعناها 310,000. طيب قسط الاستهلاك السنوي لما ضربنا طرحنا 310 ناقص 30 في 20% طلع لي 56,000 جنيه. إذا استهلاك سنة الشراء اللي هي 2017 عبارة عن 56,000 في 6 على 12 تطلع بكام؟ ب 28,000 جنيه. يبقى القيد المحاسبي بتاعك 28,000 جنيه من حساب مصروف استهلاك الآلات، 28,000 جنيه إلى حساب مخصص استهلاك الآلات. يبقى دي الطريقة الأولى اللي هي طريقة القسط الثابت، قدرنا نحسب بيها تكلفة الشراء، ثمن الشراء زائد جميع النفقات عدا ما بعد الاستخدام. ثم حسبنا الاستهلاك عن السنة، لكن لأن أنا اشتريت في سنة 2017 في 1/7 يبقى إذا ما يخص السنة من أول شهر 7 و8 9 10 11 12 6 شهور. طلعنا الاستهلاك السنوي وضربناه في 6 على 12 طلع لي 28,000 جنيه. يبقى القيد المحاسبي 28,000 من حساب مصروف استهلاك الآلات، 28,000 إلى مخصص استهلاك الآلات. طيب تعالوا بينا نشوف الطريقة الثانية، هي طريقة الوحدات المنتجة. في هذه الطريقة بنوزع تكلفة الأصل وفقا للوحدات المنتجة أو لوحدات الإنتاج المستخدمة فعليا في المنشأة، وقد تكون هذه الوحدات إما ساعات تشغيل أو عدد وحدات أو كيلومترات مقطوعة. طب وضح لي الأمر شوية. وفقا للطريقة دي لو افترضت مثلا أنت أنك شاري عربية ب 500,000 جنيه وملهاش قيمة تخريدية، وفقا للكتالوج بتاعها أنت شاريها بكام؟ ب 500,000 جنيه. وفقا للكتالوج بتاعها بيقول لك العربية دي تمشي 500,000 كيلو وبعدين ترميها خلاص ما تبقاش صالحة. يبقى أنت شاريها ب 500,000 جنيه تمشي كام؟ 500,000 كيلو، ودي بتصلح مثلا في إذا كان عندك شركة لنقل بالسيارات أو بتأجر سيارات بتأجر عربيات أو إلى آخره على سبيل المثال. ففي الحالة دي هي تمنها 500,000 تمشي 500,000 كيلو، تقسم ده على ده يبقى عبارة عن إيه؟ جنيه لكل كيلو، معدل الاستهلاك للكيلومتر جنيه. عملت ايه؟ قسمت تمن او تكلفة شراء السيارة اللي هي 500,000 على عدد الكيلومترات اللي ممكن تقطعها طوال عمرها الانتاجي اللي هو 500,000 كيلو. يبقى 500,000 على 500,000 يطلع 1 جنيه لكل كيلو. وفي نهاية السنة ابص على عداد العربية، العربية دي مشيت كام؟ مشيت 30,000 كيلو، يبقى 30,000 في واحد ب 30,000 جنيه. العربية التانية 40,000، 40,000 في واحد ب 40,000 جنيه، وهكذا اذا كانوا العربيات بنفس القيمة طبعا. يبقى بنجيب الاستهلاك على خطوتين. الخطوة الأولانية بجيب معدل الاستهلاك لكل وحدة منتجة أو لكل كيلومتر أو لكل ساعة تشغيل. أجيبها إزاي؟ عبارة عن تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريدية على العمر الإنتاج له بالكيلومترات بالساعات بالوحدات. ثم أشوف أنا فعلا اشتغلت قد إيه. وبالتالي هذه الطريقة بتفترض أن عامل الاستخدام هو الأساس في تحديد عبء الاستهلاك. انه طبعا مش ممكن يكونوا عربيتين، عربيه مثلا مطلوبه جدا، فانا ما انا عندي صاحب شركه لتاجير السيارات، عربيه طول النهار تطلع وتشتغل وتعمل لي في السنه مثلا 60 70,000 كيلو، العربيه الثانيه مش مطلوبه بتعمل 10,000 واحسبها قسط ثابت. فاذا او بنقل بعربياتي، بنقل بضاعه، بنقل كذا، بنقل كذا، كلما كذا زاد الاستخدام مؤكد بيزيد مصروف الاستهلاك. بتفترض هذه الطريقه ان عامل الاستخدام هو الاساس في تحديد عبء الاستهلاك. حاجة تانية انه يختلف عبء الاستهلاك من فترة لاخرى تبعا لحجم الاستهلاك. عبء الاستهلاك بتاعي بيختلف من ايه؟ من فترة لاخرى تبعا لحجم الاستهلاك. فترة بيبقى فيها ضغط، فترة ما فيهاش ضغط، بنحسبها بهذه الطريقة. يتم توزيع تكلفة الاصل بصورة اكثر عدالة عندما يكون هناك فروق كبيرة في استخدام الاصل الثابت. اتفقنا ان استخدامك للاصل الثابت لو ده بتستخدمه قليل بتستخدمه كتير من الظلم انك تعتبر ان الاثنين متساويين في مصروف الاستهلاك. وبالتالي بنعتبر ان هذه الطريقه هي اكثر عداله لما يكون في فروق كبيره في استخدام الاصول الثابته. نحسب قسط الاستهلاك ازاي؟ قلتها لك، بنحسبها على خطوتين. اول حاجه بنجيب معدل الاستهلاك لوحده الانتاج،
حاجة تانية بجيب قسط الاستهلاك عن الفترة. طب معدل الاستهلاك لوحدة الإنتاج سواء كان كيلو متر أو ساعة تشغيل أو عدد وحدات منتجة عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكلفة الأصل، بنحسبه بنفس الطريقة اللي قلناها قبل كده، ثمن الشراء مضافا إليه جميع النفقات التي تنفق على الأصل حتى يصبح صالح للاستخدام، ناقص القيمة التخريدية اللي هي قيمة في نهاية عمره الإنتاجي على مجموع وحدات الإنتاج للأصل طوال عمره الإنتاجي. يا إما هيقول لي والله الأصل ده كذا، يعني ممكن يشتغل 100,000 ساعة، ممكن تمشي 1,000,000 كيلومتر، ممكن تشتغل 80,000 ساعة تشغيل، أيا كان طوال عمرها الإنتاجي. يبقى تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريدية على مجموع وحدات الإنتاج للأصل طوال عمره الإنتاجي، ده يديني إيه؟ يديني معدل الاستهلاك لوحدة الإنتاج. وحدة الإنتاج قد تكون ساعة، ساعة تشغيل، أو قد تكون كيلومتر في العربيات مثلا في الحاجات دي، أو قد تكون وحدة منتجة. قسط الاستهلاك عن الفترة، أشوف حجم أو عدد وحدات الإنتاج خلال الفترة. إحنا والله مشينا مثلا 5,000 كيلو، في معدل استهلاك للوحدة جنيه، يبقى 5,000 واحد في 5,000 جنيه. إحنا اشتغلنا عدد ساعات تشغيل 10,000 ساعة، طب ومعدل استهلاك للساعة كام؟ 3 جنيه، يبقى 10,000 في 3 ب 30,000. الآلة التانية اشتغلت 15,000، في كام؟ في 3، وهكذا. فبالتالي بتختلف معدل قسط الاستهلاك من آلة لآلة ومن سيارة إلى سيارة حسب طبيعة الاستخدام وحجم الاستخدام لهذه السيارة. يبقى دي الطريقة التانية اللي هي بنسميها طريقة الوحدات المنتجة. طيب إيه رأيكم لو ناخد حالة عملية كده ونشوف هنطبق هذه الطريقة إزاي؟ بيقول لي إيه؟ في 1/3/2017 ميلادي اشترت إحدى الشركات آلة تكلفتها 300,000 جنيه، ومن المتوقع أن تستخدم الآلة لإنتاج 530,000 وحدة، هي ده الحجم الإنتاج المتوقع، علما بأن عدد الوحدات المنتجة حتى نهاية 2017 ميلادي بلغت 22,000 وحدة، والقيمة التخريدية للآلة 35,000 جنيه. المطلوب حساب قسط الاستهلاك السنوي بطريقة مجموع وحدات الإنتاج وإثباته دفتريا. إثباتي دفتريا يعني تعمل لي القيد المحاسبي. قبل ما نبدأ في الحالة دي عايزين نتكلم شوية. هو أولا مديني التكلفة جاهزة، يعني مش مديني تمن الشراء ومديني الجمارك والنقل والشحن والتأمين ومش عارف أجمع، يبقى خلاص. وقايل لي أن قيمة التخريدية أو قيمة النفاية 35,000. يبقى أول حاجة عايزين نعملها نعمل إيه؟ نطلع معدل الاستهلاك للوحدة المنتجة عبارة عن 300,000 ناقص 35,000 على العمر الإنتاجي المتوقع تنتج كام وحدة؟ تنتج 530,000 وحدة. يبقى 300,000 معايا صح كده ناقص 35,000 على 530,000، ده يطلع لك معدل الاستهلاك للوحدة الواحدة. طب أنا في خلال عام 2017 أنتجت كام وحدة؟ 22,000. يبقى معدل الاستهلاك للوحدة ده اللي طلع لي أيا كان قيمته أضربه في كام؟ في 22,000 وحدة. تعالوا مع بعض كده نشوف واللي طلع لي. يبقى القيد المحاسبي من مصروف الاستهلاك الى مخصص الاستهلاك، ده قيد تقليدي في جميع انواع الطرق المختلفه اللي احنا هنتناولها. الحل، اول حاجه هنجيب معدل الاستهلاك للوحده المنتجه. معدل الاستهلاك للوحده المنتجه عباره عن ايه؟ عباره عن 300,000 جنيه ناقص اللي هي تكلفه الاصل ناقص 35 على 530,000 وحدة اللي هو قالها لي. نعمل كده العملية الحسابية دي مع بعض. يبقى 300,000 ناقص 35,000 على 530,000 جنيه، تطلع لي نص جنيه للوحدة الواحدة. معدل الاستهلاك نص جنيه للوحدة الواحدة. طب انا انتجت كام وحده؟ انتجت 22,000، اضرب 22,000 في نص تطلع لك 11,000 جنيه. عمليه سهله جدا وبسيطه ومنطقيه. طب القيد المحاسبي بال 11,000 من حساب مصروف الاستهلاك ب 11,000 الى حساب مخصص لاستهلاك الالات ب 11,000. عمليه زي ما انت شايف في منتهى البساطه، احنا استعرضنا هذا الجزء. يبقى أنا طلعت أول حاجة تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريدية له بقيمة الأصل في نهاية عمره، ما جابليش قيمة تخريدية تبقى صفر.
يعني ممكن ما يجيبلكش في الحالة العملية اللي هنجيبها قيمة تخريجية تبقى صفر، لو جاب بنشيلها واقسمها على عدد الوحدات المتوقع انتاجها طوال العمر الانتاجي اللي هي 530 ألف، طلعت لي نص او 5 من 10 جنيه لكل وحدة. طيب انا خلال 2017 انتجت كام وحدة؟ انتجت 22 ألف. 22 ألف وحدة في 5 من 10 تطلع لي 11 ألف جنيه. يبقى القيد المحاسبي 11 ألف من حساب مصروف استهلاك الآلات، 11 ألف إلى حساب مخصص استهلاك الآلات. ودي الطريقة التانية. الطريقة التالتة أو الطرق التالتة، لأن هي أكثر من طريقة الحقيقة، بنسميها طرق الاستهلاك المعجل أو الاستهلاك المتناقص. زي ما قلنا في بداية المحاضرة إن هذه الطريقة أو الطرق دي بصفة عامة بتقوم على افتراض إن إحنا بنستفيد من الأصل في سنواته الأولى أكتر من سنواته الأخيرة، وبالتالي طالما أنا بستفيد في السنوات الأولى أكتر من السنوات الأخيرة يبقى في السنوات الأولى نحمله بمصروفات أكبر من سنواته الأخيرة، وبالتالي هذا الأسلوب بيتسق مع مبدأ المقابلة الإيرادات من المصروفات. طالما إيراداتك كبيرة استفدت منه كتير في حقيقة إيرادات كتيرة يبقى مصروفاته كتير، وفي نهاية عمره بتبقى إيراداته قليلة تبقى مصروفاته قليلة. واحدة من الطرق المحاسبية التي يمكن استخدامها في حساب مصروف الاستهلاك. وفي طريقتين أو أسلوبين علشان أطبق طرق الاستهلاك المعجل. الطريقة الأولى اسمها أسلوب مجموع أرقام السنوات. إيه بقى مجموع أرقام السنوات؟ هنقولها بالتفصيل بس بشكل مبدئي كده، هنقول إنه مصروف الاستهلاك السنوي بحسبه إزاي؟ تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريجية للأصل في معامل الاستهلاك، مش معدل الاستهلاك عفوا، في معامل الاستهلاك. خد بالك، يبقى تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريجية للأصل في معامل الاستهلاك. خد بالك من هذه النقطة. طب معامل الاستهلاك بجيبه إزاي بقى؟ عبارة عن عدد السنوات المتبقية من العمر الإنتاجي من بداية الشراء على مجموع أرقام سنوات الاستخدام، ده اسمه معامل الاستهلاك. يبقى معامل الاستهلاك ازاي؟ عدد السنوات المتبقية من العمر الانتاجي من بداية الشراء على مجموع ارقام سنوات الاستخدام. يعني على سبيل المثال انت اشتريت اصل عمره الانتاجي 3 سنين 3 بس 3. طيب لما اشتريته يبقى عدد السنوات المتبقية من عمره الانتاجي كام؟ 3 سنين، ما انت لسه شاريه، يبقى عدد السنوات 3. نقسمها على مجموع ارقام سنوات الاستخدام، ما أرقام سنوات الاستخدام هي 3 و2 وبعدين 1، اجمع التلاتة، 3 زائد 2 5 زائد 1 6، يبقى مجموع أرقام سنوات الاستخدام كام؟ 6. يبقى أول سنة معامل الاستهلاك يبقى 3 على 6. طب في تاني سنة يبقى عدد السنوات المتبقية من العمر الإنتاجي 2 يبقى في 2 على 6، في آخر سنة يبقى في 1 على 6. مثلا ناخد مثال تاني، لو افترضت ان العمر الانتاجي لهذا الاصل 4 سنوات، 4 سنوات، يبقى عدد السنوات اول ما بتشتريه عدد السنوات المتبقية من العمر الانتاجي من بداية الشراء عبارة عن كام؟ عبارة عن 4. ماشي، طيب مجموع ارقام سنوات الاستخدام اجمع لي 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1 اللي هي مجموع سنوات الاستخدام، 4 ثم 3 2 1، 4 و3 7 7 و2 9 9 و1 10. يبقى في أول سنة معامل الاستهلاك اللي هي السنة الأولى 4 على 10. طب تاني سنة، ما احنا استبعدنا السنة الأولى، السنوات المتبقية بقوا 3، يبقى في 3 على 10. تالت سنة 2 على 10، آخر سنة في 1 على 10، وهكذا. يبقى معامل الاستهلاك عدد السنوات المتبقية من العمر الإنتاجي من بداية الشراء على مجموع أرقام سنوات الاستخدام. تعالوا بقى نطبق الكلام دوت. بيقول لك ايه؟ في 1/1/2017 قامت احدى الشركات بشراء آلات ومعدات تكلفتها 800 ألف جنيه، ومعدل الاستهلاك السنوي 20%، والقيمة التخريجية للآلة 50 ألف جنيه. المطلوب حساب قسط الاستهلاك السنوي عبر سنوات استخدامها وفقا لأسلوب مجموع أرقام السنوات. يبقى احنا الطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب هنا الحقيقة مش مديني سنوات، مديني معدل استهلاك سنوي 20%،
وبالتالي أن هذه الطريقة لا تصلح إلا إذا كان هناك سنوات. هل معنى ذلك أن هذه الطريقة لا تصلح هنا؟ لا، لو أنا عايز أحول معدل الاستهلاك السنوي اللي هو 20% إلى سنوات، يبقى العدد أو العمر الإنتاجي تقسم 100% على معدل الاستهلاك اللي هو جايبه لك. يعني أقسم، وده رقم ثابت، هل 100% ده ثابت؟ أه ثابت. يبقى أقسم 100% على 20% يطلع لي كام سنة؟ 5. طب لو كان على افتراض مثلا قايل لك معدل الاستهلاك السنوي 25%، يبقى اقسم 100% ودي رقم ثابت على 25%، 100 على 25 تطلع 4، يبقى 4 سنوات. لو قال لك معدل الاستهلاك السنوي 10%، يبقى اقسم 100% على 10% يطلع لك عدد السنوات 10 سنوات. يبقى ازاي احول هذا المعدل من معدل مئوي الى سنوات؟ يبقى اقسم 100% على معدل الاستهلاك السنوي وابتدي اشتغل. يبقى هنا في التمرين عشان ناخده بقى ونبدأ في الحل، مديني التكلفة 800 ألف، مديني القيمة التخريجية كام؟ 50 ألف، ومعدل الاستهلاك السنوي كام؟ 20%. يبقى أول خطوة أحول معدل الاستهلاك السنوي، لأنه ما ينفعش أشتغل بيه بنسبة مئوية، لازم أشتغل بيه إيه؟ سنوات. أحوله إزاي؟ يبقى 100% على، تعالوا بينا نشوف الحل. يبقى العمر الإنتاجي للآلات عبارة عن 100% على 20%. لما تقسم لي 100% على 20% يطلع كام سنة؟ 5 سنوات. يبقى إذن أجيب معامل استهلاك، ما أنت عندك العمر المتبقي في أول ما اشتريته 5، وبعدين أجمع 5 زائد 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1، نشوف مع بعض كده مجموع أرقام سنوات الاستخدام تبدأ من 5 زائد 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1. لو كان العمر الإنتاجي طلع 4 سنين، تجمع 4 زائد 3 زائد 2 أو زائد 1. لو طلع 7 سنين أو 6 سنين، يبقى 6 زائد 5 زائد 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1، وهكذا. يبقى مجموع أرقام سنوات الاستخدام 5 زائد 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1، يطلع لي هنا كام؟ يطلع لي 15. طيب يبقى في أول سنة، لو أنا عايز أجيب استهلاك أول سنة، يبقى تكلفة الأصل اللي هي 800 ألف ناقص قيمة تخريجية 50 في 5 على 15. طب تاني سنة في 4 على 15. طب تالت سنة 3 على 15. طب رابع سنة 2 على 15. طب آخر سنة في 1 على 15. ولازم يقول زي ما هو قال في تعريف هذا النوع من الاستهلاك، إنه القيمة بتتناقص، يعني أول سنة كبير ثم أقل فأقل فأقل فأقل. تعالوا نشوف الحساب إزاي. يبقى استهلاك السنة الأولى زي ما اتفقنا 800 ألف، اللي هي تكلفة الأصل، ناقص القيمة التخريجية له اللي هو 50 ألف في 5 على 15، تطلع لي 250 ألف جنيه. ده استهلاك السنة الأولى. طب استهلاك السنة الثانية نفس الكلام. أخدنا بقى بدل ما نقول 800 ألف ناقص 50 ألف، ممكن تقولها أو تاخد على طول الصافي بتاعها اللي هو 750 ألف في 4 على 15، يطلع لك استهلاك السنة الثانية 200 ألف. شوف كان 250 بقى 200، يبقى بيتناقص، عشان كده بنسميها طرق الاستهلاك المعجل، إنه في الأول بيبقى الاستهلاك عالي ثم يقل فيقل فيقل. استهلاك السنة الثالثة يبقى 750 ألف في 3 على 15، يطلع لي كام؟ يطلع لي 150 ألف جنيه. استهلاك السنة الرابعة 750 ألف في 2 على 15، يطلع لي 100 ألف جنيه. ثم استهلاك السنة الخامسة 750 ألف في 1 على 15، يطلع لي 50 ألف جنيه. لو جمعنا كل هذه العناصر يطلع المجموع 750 ألف جنيه. طبعا ايه 750؟ هي تكلفة الأصل ناقص قيمته التخريجية. لازم؟ اه لازم، ما انت هي دي اللي انت وزعت هذه التكلفة على مدار عمره الإنتاجي. لو انا طلبت منك تحسب لي مصروف الاستهلاك للسنة الأولى والتانية، طبعا مصروف الاستهلاك بيتم حسابه في نهاية كل سنة مالية، ما ينفعش أجمع 250 زائد 200 وأعمل بيهم قيد. غلط. يبقى استهلاك السنة الأولى 250 ألف، هتقول لي 250 ألف من حساب مصروف الاستهلاك، 250 ألف إلى حساب مخصص للاستهلاك، ده استهلاك السنة الأولى. استهلاك السنة الثانية بكام؟ ب200 ألف. يبقى 200 ألف من حساب مصروف الاستهلاك، 200 ألف إلى حساب مخصص الاستهلاك.
يبقى ده استهلاك السنة التانية، وهكذا. يبقى ناخد بالنا من الشغل بتاعنا لو هنحسب القيود. طيب، زي ما قلت لك، لتحويل معدل الاستهلاك السنوي من نسبة مئوية إلى عمر إنتاج بالسنوات يتم وفقا لما يلي: العمر الإنتاجي للأصل يساوي، اللي هو بالسنوات يعني، 100% على معدل الاستهلاك السنوي، 100% على 20% على 10 على 5، أيا كان النسبة المئوية اللي مديها لك، هيديك العمر الإنتاجي للأصل بالسنوات. يبقى 100% دي ثابتة، 100% دي ثابتة، هتدي لك هذه القيمة. يبقى دي الطريقة اللي احنا شفناها مع بعض، الطريقة التالتة. الحقيقة في معظم الأحيان لما بنجيب أكتر من طريقة علشان نحل بيها هذا التمرين، يعني مش بالضروري نجيب طريقة واحدة بعينها، لا، احنا ممكن نجيب حالة نطلب منها انك تعملها بالقسط الثابت بساعات التشغيل بمجموع ارقام سنوات الاستخدام بالوحدات المنتجة حسب ما بنطلب. وبالتالي لما انا بجيب حالة زي دي، الحالة الشاملة دي، يبقى انت معنى ذلك فهمت كل طرق الاستهلاك اللي احنا اديناها لك قبل كده. فتعالى نقرأ هذه الطريقة كده بالراحة ونحلها واحدة واحدة، لان دي الصورة الاكثر احتمالا. من الممكن نجيب حالات صغيرة، تمرينين صغيرين مثلا، كل تمرين فيه جزئية بحيث ان احنا نقدر نشتغل عليه. تعال نشوف مع بعض الحالة دي ونشوف هنتعامل معها ازاي الاول، والقصة هتمشي ازاي. بيقول لي في 1/1/2016 قامت شركة الجريسي بشراء آلة تصوير للمستندات تكلفتها 305,000 جنيه، وقدر العمر الانتاجي للآلة ب8 سنوات، وقيمة بيعها كخردة في نهاية عمرها الإنتاجي 5,000 جنيه. معنى ذلك أن تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريدية 5 يعني 300. فإذا قدر لهذه الآلة أن تنتج خلال عمرها الإنتاجي 1,200,000 وحدة، يعني صورة من الصور، تصور 1,200,000 صورة، وعمرها الإنتاجي 96,000 ساعة، أو لو شغلتها 96,000 ساعة خلاص الآلة دي تنتهي أو تبقى إيه فيها نسبة عيوب كبيرة وأعطال وهتكلفني كتير. فإذا علمت أن ساعات تشغيل الآلة ومجموع الوحدات المنتجة خلال عام 2016 و2017 كانت كما يلي. مديني هنا بيان، ومديني سنة 2016 ومديني سنة 2017. أول حاجة، ساعات تشغيل الآلات في سنة 2016 هتشتغل 9,000 ساعة، وفي عام 2017 اشتغلت 12,000 ساعة. الوحدات المنتجة أنتجنا في عام 2016 110,000 وحدة، وفي عام 2017 150,000 وحدة. طالب مني أن أنا أحسب الاستهلاك عن العامين دول اللي هم عامي 2016 و2017 وفقا للطرق التالية، الثلاث طرق بقى اللي احنا درسناهم مع بعض. احنا هنكتفي بالثلاث طرق دول، مش هناخد طريقة الرصيد المتناقص علشان برضو نخفف شوية من عليكو الجهد. الطريقة الأولانية طريقة القسط الثابت، الطريقة الثانية ساعات تشغيل الآلات، الطريقة الثالثة مجموع أرقام سنوات الاستخدام. يبقى في ثلاث طرق أنا بطبقهم علشان أوصل لحساب الاستهلاك. وطبعا من الممكن أطلب القيد، القيد مباشر وتقليدي جدا من المصروف للمخصص بأي قيمة، ولا يتم جمع السنتين مع بعض. احنا في عندنا استقلال السنوات، وبالتالي كل سنة بحملها بما يخصها من مصروفها، من المصروف للمخصص في سنة 2016 بالقيمة اللي بتطلع، والسنة 17 برضو من المصروف إلى المخصص. طيب تعالوا بينا نشوف وهنعمل القيد. هو مش طالب القيد، بس أقول لك القيد لأنه من الممكن جدا نطلب القيد المحاسبي. أول حاجة في طريقة القسط الثابت، أي زي ما أنت شايف، القيد المحاسبي بتاعي القسط الثابت بيتوزع على أساس العمر الإنتاجي للأصل. هو قايل لي إنه 305,000 وعمره الإنتاجي 5,000. يبقى في الحالة ديت علشان أحسب هذه القصة أجيب الإيه؟ تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريدية بتاعته اللي هي مدهاني في هذا التمرين بقيمة معينة، اللي هي كام؟ اللي هي 5,000، وأقسمها
علشان أوصل للرقم اللي أنا عايزه بكل بساطة، ما فيهاش أي مشكلة. طيب القيمة اللي هو مدهاني مديني كام؟ مديني هذه القيمة 305,000. جميل، يبقى 305,000 ناقص 5,000 وأقسمه على كام؟ على 8 سنوات. يبقى بشكل مبدئي كده أهي، لو قسمت مع بعض كده 305,000 أهي على ناقص الأول 5,000 اللي هي القيمة التخريدية، يطلع لي 300,000 على كام سنة؟ على 8 سنوات، تطلع لي 37,500 جنيه. يبقى ده مصروف الاستهلاك بطريقة القسط الثابت. يبقى مرة تانية، طريقة الاستهلاك بطريقة القسط الثابت. يبقى معنى ذلك لو أنا عايز أعمل القيد ب 37,500 من حساب مصروف الاستهلاك إلى حساب مخصص الاستهلاك بكام؟ بهذه القيمة اللي هو قالها لي، اللي هي مقدارها كام؟ 37,500. يبقى أول طريقة من الطرق اللي احنا عملناها نشوف مع بعض القصة ماشية ازاي. اهي يقول لي ايه الإجابة في طريقة القسط الثابت؟ قسط الاستهلاك السنوي عبارة عن 305,000 ناقص 5,000 على 8، تطلع كام؟ تطلع 37,500. هل هيختلف قسط الاستهلاك ده من سنة إلى سنة؟ لا، قسط الاستهلاك ده لن يختلف من سنة إلى سنة. يبقى هو في السنة الأولى، في السنة الثانية، في السنة الثالثة، في السنة الرابعة، لغاية السنة الكام؟ الثامنة، العمر الإنتاجي للأصل. لو عايز طالب منك القيد المحاسبي، وده شيء ممكن نطلبه، يبقى بنعمل القيد 37,500 من حساب مصروف الاستهلاك، 37,500 من مخصص الاستهلاك. لو قلت لك عن سنتين من فضلك ما تجمعش القيمتين. يبقى السنة الأولى 37,500 من المصروف المخصص، وهتقول السنة الثانية 37,500 من المصروف المخصص. لو جمعت يبقى أنت مش فاهم هذا الجزء في المحاسبة، وبالتالي بتحسب لك القيد خطأ. بتحسب لك القيد خطأ. طيب الطريقة الثانية، طريقة ساعات التشغيل أو الوحدات المنتجة. يبقى احنا هنا بنعمل ايه؟ بنطلع معدل الاستهلاك لكل ساعة تشغيل الأول، وبعدين نشوف اشتغلنا في السنة الأولى كم ساعة، اشتغلنا في السنة الثانية كم ساعة، وبالتالي من الممكن أنها تختلف من سنة إلى سنة ومن طريقة إلى طريقة. ناخد بالنا كويس جدا. يبقى طريقة ساعات التشغيل تعتمد على أن أنت بتختلف مصروف الاستهلاك بحسب ساعات التشغيل أو الوحدات المنتجة أو الكيلومترات اللي أنت قطعتها من آلة لآلة ومن عربية لعربية ومن سيارة لسيارة وهكذا. يبقى إذن أول خطوة هنجيب استهلاك ساعة العمل الواحدة. استهلاك ليه؟ لأنه قال لي طريقة ساعات التشغيل. تعرف لو قال لك طريقة الوحدات المنتجة كنت هتجيب استهلاك الوحدة. خد بالك من اللفظين، لأن ممكن في الطريقة دي أطلب ساعات تشغيل أو وحدات منتجة. اللي هطلبه تحله. هو كمحاسب اختار أو فضل أنه يستخدم طريقة ساعات التشغيل. يبقى في طريقة ساعات التشغيل استهلاك ساعة العمل الواحدة 300,000. دي عبارة عن ايه 300,000؟ اللي هي 305,000 تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريدية اللي هي 5,000، يبقى 300,000 على قايل لي في الحالة العملية بتاعتي ان هذه الآلة ممكن تشتغل 960,000 ساعة. يبقى 300,000 تقسمها على هذه القيمة تاني، يبقى بنقسم 300,000 على 96,000 ساعة، تطلع لك 3,125 جنيه لكل ساعة. 3,125 جنيه للساعة. يبقى كل ساعة لو أنا اشتغلت ساعة واحدة 3 جنيه وشوية. طبعا هنا ما قربش، هنا ما قربش، بناخد لغاية 3 أرقام عشرية، بناخد لغاية بعد الفاصلة 3 أرقام عشرية، يعني محدش ياخد 3. ليه؟ لأن هي طبعا بتفرق معانا. لا، 3 وبعد الفاصلة اخد 3 أرقام عشرية. طيب اجي بقى اشوف استهلاك كل سنة كام ساعة. شوف انا قايل ايه، 3,125 جنيه لكل ساعة. خد بالك، يبقى انا هنا بحسب الاستهلاك للساعة الواحدة.
إذن استهلاك سنة 2016، هو قال لي بقى في 2016 المكنة دي اشتغلت 90,000 ساعة، 9,000 ساعة عفوا، يبقى اضرب ال 9,000 في 3.125 يطلع لك الاستهلاك هنا 28,125. طيب وفي سنة 2017 اشتغلت 12,000 ساعة، يبقى اضرب ال 12,000 ساعة في 3.125 يطلع لي 37,500 جنيه. الجزء اللي مش موجود عندي وممكن اطلبه، يبقى انا هنا حسبته، ممكن اطلب الاستهلاك بالوحدات المنتجة، يبقى بدل ما اقسم على ساعات العمل اقسم على عدد الوحدات التي يمكن ان تنتجها طوال عمرها الانتاجي، واشوف المنتجة في السنة الاولى كام وعدد الوحدات المنتجة في السنة الثانية كام. خد بالك. طيب لو انا عايز هنا اعمل القيد المحاسبي لسنتي 2016 و2017، من فضلك لما تيجي تعمل القيد المحاسبي ما تجمعش السنتين، ما تجمعليش 28,125 زائد 37,500، لا كل سنة مستقلة، لأن كل سنة زي ما أنت عارف بتعمل قوائمها المالية في نهاية كل سنة، إيراداتها ومصروفاتها، كل سنة بإيراداتها ومصروفاتها، ما بجمعش. لو جمعت الاتنين إيه دلالتهم؟ ما بعملش حاجة خالص بيهم. يبقى في سنة 2016 لو أنت هتعمل القيد المحاسبي يبقى 28,125 من حساب مصروف الاستهلاك، 28,125 إلى حساب مخصص الاستهلاك، ده عن سنة 2016. وفي سنة 2017 هتقول 37,500 من حساب مصروف الاستهلاك، 37,500 إلى حساب مخصص الاستهلاك. ودي الطريقة الإيه؟ الطريقة التانية. طيب الطريقة التالتة اللي هي طريقة أرقام سنوات الاستخدام، هو طالب الثلاث طرق اللي أنت أخدتهم. طريقة أرقام سنوات الاستخدام بنعمل إيه؟ هو قايل لك هنا، محدد لك أن العمر الإنتاجي 8 سنوات، عادي جدا. يبقى 8، يبقى مجموع أرقام سنوات الاستخدام هتجمع 8 زائد 7 زائد 6 زائد 5 زائد 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1، ده مجموع أرقام سنوات الاستخدام، وأول سنة في 8 على المجموع، وتاني سنة في 7 على المجموع، وتالت سنة في 6 على المجموع، وهكذا. يبقى إذن طريقة بسيطة جدا وسهلة جدا وفي المتناول. تعالوا بينا نشوف الحل بتاع هذه الطريقة، وأيضا لما تيجي تعمل القيد المحاسبي بتاعك من المصروف إلى المخصص. تعالوا بينا نشوف. العمر الإنتاجي لهذه الآلة 8 سنوات. العمر الإنتاجي لهذه الآلة 8 سنوات. ما تنساش لو مدي لك نسبة مئوية كنت هتقسم 100% على هذه النسبة أو هذا المعدل. هنا مديهوني بالسنوات، يبقى كتر خيره، يبقى العملية مش محتاجة تحويل. طيب مجموع أرقام السنوات بتاعت الآلة دي تجمع من أول ما يدي لك العمر الإنتاجي وتنازلي، يبقى 8 زائد 7 زائد 6 زائد 5 زائد 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1. لو جمعت كل هذه الأرقام هيطلع مجموعها كام؟ 36. طيب يبقى استهلاك السنة الأولى كام؟ عبارة عن تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريجية، أضربها في كام؟ في 8 على 36. طب السنة الثانية تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريجية في 7 على 36. طب الثالثة تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريجية في 6 على 36، وهكذا 5 على 36، 4 على 36، 3 على 36، 2 على 36، 1 على 36. هتلاقي المجموع ده لو طلع لك، لو انت جمعت الثمان سنوات دي هيطلع مجموعهم 300,000، اللي هي تكلفة الأصل ناقص قيمته التخريجية، اللي هي قيمة الأصل في نهاية عمره الإنتاجي. طب تعالى بقى نشوف، هو طالب سنتين، الاستهلاك السنوي عبارة عن تكلفة الأصل ناقص القيمة التخريجية في السنوات الباقية للأصل على مجموع أرقام السنوات. يبقى في سنة 2016 يبقى 305,000 ناقص 5,000 في 8 على 36. 305,000 دي تكلفة الأصل ناقص 5,000 دي قيمته التخريجية في 8 اللي هي أول سنة على 36 مجموع الأرقام، تطلع لك بالتقريب، ده رقم مقرب طبعا، 66,667، ده سنة 2016. طيب
في سنة 2017 كام؟ 300,000 في 7 على 36 تطلع كام؟ تطلع 58,333. يبقى دي السنة التالية، يبقى معنى ذلك ان هي بتتناقص، دي سنة 2017 والسنة دي سنة 2016، يبقى احنا بنتناقص، تفضل تتناقص 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 الى ان تصل الى الصفر. يبقى بالشكل ده احنا تناولنا عدة طرق لاستخدام الاصل الثابت اللي هو بنطلع مصروف الاستهلاك بالطريقة الاولى او الطريقة التانية او الطريقة التالتة، وشفنا الاحتمالات المختلفة ليها. وبالتالي من المتوقع احنا لما بنجيب، طبعا في النهاية بنجيب الحالة الشاملة، لو ما جبناش حالة شاملة بنجيب حالتين صغيرتين يغطوا تقريبا هذه المعدلات او هذه الاساليب كلها. طبعا في النهاية قبل ما نسيبكم، احنا اشتغلنا ثلاث محاضرات، من المتوقع ان يجيلك ثلاث اسئلة كل سؤال من محاضرة من المحاضرات اللي انت اخدتها، بحيث انك انت تغطي كل الاجزاء اللي احنا اخدناها. ما تناولناش حاجات كتيرة، لكن بقدر الامكان حاولنا نغطي هذه الاجزاء كلها مجتمعة، على اعتبار انك انت تبقى عارف كل الاحتمالات الممكنة. طيب طبعا في النهاية بنتمنى لكم التوفيق، ونشوفكم ان شاء الله على خير، والنجاح للجميع بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.